جدا بتعرف عليه من واقع البطاقه بتاعته، يعني معلومات عامه جدا.
بنجمعهم في كلمة ناس أمراء. ده اختصار لسبع حاجات اللي هما نيم وايج وسكس واوكيوبيشن وماريتال ستيت ريزيدنس وهابت. بص يا ولاد، اسم المريض مش كل حاجه تقول لي كل حاجه ليه. اسم المريض طبعا مهم انك تقول له اسمك ايه. هو اسم المريض مش هيشخص مرض عينك، بس اسم المريض عشان العلاقه بينك وبين المريض. انت هتقعد الفحص بتاعك وانت بتعمل هيستوري ده بتعمل اكزاميشن تناديله ايه، لازم يا عم فلان يا حاجه فلان يا استاذ فلان يا مدام فلانه، لازم تكلمه باسمه. لما تكلمه باسمه ده بيعمل نوع من الالفه وايه تعرف بيكسر الحواجز اللي بينك وبين المريض عشان ما يبقاش غايب منك اصلا ولا قلقان منك. يا ولاد ده في ناس تيجي تسالها الضغط عشان انت الدكتور بس الضغط بيعلى، فاهمني ولا لا؟ فانت لازم تعمل ايه؟ لازم تلطف الجو شويه، حتى اسمك ايه وتكلمه باسمه. فور ميديكو ليجال اسبكت لازم يكون الاسم ثلاثي. انت عندك في المستشفى دفاتر وبتسجل فيها اسماء المرضى بتوعك، ممكن يجي لك بعد سنتين ثلاثه عايز شهاده مرضيه هو كان عنده ايه، لازم يكون الاسم متسجل ثلاثي. يا ولاد الاسم ثلاثي مهم جدا عشان تفرق المرضى من بعضهم، او حتى ساعات يبقى رباعي. انا هقول لكم حاجه، انت مثلا دكتور نيورولوجي عظيم جدا وحاجز في المستشفى حالتين، انت حاجز عندك يجي 20 عيان، بس على حظك على حظك النهارده في تو بيشنتس الاثنين اسمهم محمد علي. محمد علي اسم مشهور جدا مثلا، يعني الاثنين اسمهم محمد علي. محمد علي الاولاني عنده سيريبرال هيموريج، محمد علي الثاني عنده سيريبرال ترومبوزس. ايه الفرق؟ واحد هيموريج والثاني عكسه اللي هو ايه؟ ترومبوزس. فانت في منتهى التلقائيه، قلت للممرضه روح لمحمد علي اديله امبول كبارين. ده تقصد ايه؟ اكيد تقصد الترومبوزس. راحت ايه في حصن ايه؟ راحت لمين؟ ماشي. ايه رايكم؟ ماشي. ما انت زودت له ليه؟ النزيف. فهمت قصدي يا ولاد ولا لا؟ يعني عايز ايه يا دكتور؟ خلي الاسم ثلاثي. طب الاسم الثلاثي مشترك خليه رباعي، يعني ميزه باللقب بتاعه. فهموني ولا لا؟ بص يا ولاد، ما احنا محمد واحمد واسماء الاسماء دي واسراء، كل الاسماء دي انت عارف مشهوره قوي. حتى يعني انت مثلا، هو انا اسم محمود، ما حدش قال على طول عمري ما حدش يعرف اسمي. هو علام، انت كذلك. عاطف مش عارف مين، انت بتديله ايه؟ انت بتديله دايما باللقب وهكذا. يعني بتقول له اسم. كذلك المرضى بتوعك لازم تكون مميزهم من بعض عشان ما يكونش اثنين عندهم حالتين عكس بعض وانت تتلخبط او الممرضه بتاعتك تتلخبط. اتفهم الحته دي؟ سن المريض فارق معانا صحصح وكلام سهل. انا بتكلم بسرعه كلام سهل، الحته الصعبه هقف فيها. سن المريض فارق معاك في حاجه؟ ما تقول اه خلاص. اه طبعا وخلاص. اه ايه يعني فارق معايا في ايه؟ ايش ريليتد ديزيزز؟ ها يعني ما يجي طفل صغير من حد من الايج لحد اولد ايج. هقول لكم امثله. دكاتره تعرفوا ترم اسمه بولي ارثرايتس، يعني حد عنده التهاب في المفاصل في اماكن كتير. لو كان طفل صغير 5 6 7 10 سنين، التفكير الاول روماتيك فيفر. لو كانت واحده 20 30 40 سنه روماتويد. لو كان حد عجوز خشونه مفاصل اوستيو ارثروزس. هل خشونه المفاصل تحصل في طفل صغير؟ لا. هل الروماتيك فيفر في سن 60 70 سنه؟ ازاي يعني؟ فهمتوني ولا لا؟ فبالتالي السن فرق معايا ولا لا؟ فرق جدا. ده حتى كل ما تاخد اي درس في البطنه هيقول لك تايب اوف بيشنت، يعني سنه ايه وميل ولا فيميل، يبقى لها دايجنوستيك فاليو. وكل مرض وهتلاقي ليه سن معين سن محدد. مش كده وبس. مثلا بقول لك واحد عنده هيموبسيس يعني بيبوح دم. لما يكون طفل صغير اشهر حاجه انفكشن اكيوت ترومباكسيس. لما يكون حد في الميدل ايج وبيخرج ويروح ويجي خايف جدا من التي بي. لما يكون حد عجوز يا اولاد، لا انا معروف ده برونكوجينيك كارسينوما. معلش بس، هو ينفع الطفل الصغير يجيله برونكوجينيك كارسينوما؟ انلايكلي، ما ينفعش اصلا. ازاي يعني؟ عشان كده السن فارق معانا. مش كده وبس يا اولاد، هذا الايج غير الدايجنوستيك فاليو ربما يكون له بروجنوستيك فاليو. في امراض لما تحصل في سن صغير تبقى جود بروجنوزس، في فرصه ان هو يخف. ولما تحصل في سن كبير يبقى باد بروجنوزس، مش هيخف. لغايه لما ناخد الكلام ده، حد يعرف مرض اسمه مالتيبل سكليروسيس اللي هو دايما نختصره ايه؟ يبقى لما نقول ام اس نظم مين؟ اللي هو مرض التصلب المتعدد. ده لما بيحصل في سن صغير يبقى جود بروجنوزس هيستجيب للعلاج. لما يحصل في سن كبير يبقى باد بروجنوز غالبا مش بيستجيب للعلاج. يعني اذا السن فرق معايا ولا لا؟ فرق معايا. طيب ميل ولا فيميل؟
هو الحمد لله في البطنه في امراض كتير جدا كومن انفلمين. في المقدمه يا ولاد لو تسمعوا عن السيستميك لوبس اس ال اي اللغه العربيه ايه؟ الليبر الحمراء في ميل تو ميل ريشيو 9 لواحد او 10 لواحد. يعني السبب كان ايه؟ ان كل 9 او 10 بنات عندهم المرض قدامهم ولد واحد. لا تقول لي برضه احنا مش عايزين نتعمل. بص يا ولاد انت قاعد في عيادتك دكتور محترم جدا دخلت عليك بنت 20 25 30 سنه عندها سكين راش وعندها بولي ارثراجي. فانت الطول الواحد الفلان دي ادي سيستميك لوبس وتطلب تحاليل تطلع فيها سيستميك لوبس. دخل عليك ولد 25 سنه عنده سكين راش وبولي ارثراجي. تقول له تاريخ ديفرنشال دايجنوز واخر حاجه هحطها هي دي ومش هيطلع سيستميك لوبس. انلايكلي ان انا اشخص سيستميك لوبس بايه؟ بص انا ما قلتش انها اصبحت من اول انا شفت مره قال لي لوبس ما انا شفتها فهمت ولا لا؟ لكن مش كتير الاساس ان ده ديزيز اوف ايه؟ اوف فيميل. تعرفوا الجريفز ديزيز؟ جريفز هناخده ان شاء الله اللي هو ثايرويد سكوز اشهر حاجه برايمري ثايرويد سكوز. انا مشكله في الثايرويد والاوبيون ديزيز فيميل تو ميل 8 لواحد 8 لواحد. اصلا وانت في عيادتك اي فيميل تجي لك عندها شويه اعراض هايبر ثايرويدزم اطلب على طول الفحوصات بتاعتها. لكن لو ولد او راجل كبر دماغك شويه اسال شويه فهمتوني ولا لا؟ لان هو الديزيز كومن ان ايه؟ كومن ان فيميل. روماتويد ارثرايتس فيميل تو ميل 3 لواحد. يعني انا القصد ان انا بقول لك ان في امراض كتير الحمد لله كومن ان ايه؟ ان فيميل. ومع كل الاسف والالم في امراض كتير برضه كومن ان فيميل. يعني مثلا اثيروسكلروزس غلطات الدماغ والسكيم الكارد اثيروسكلروزس ميل تو فيميل 4 لواحد. لما اقول لكم برونكوجينيك كارسينوما 15 لواحد 15 راجل قدامهم ايه؟ واحده ست. يا اولاد عارفين هيموكروماتوزس هو اللي مش عارف مش مشكله يعني ده مرض هيجي بعدين اللي هو الحديد الزياده حديد زياده unlikely ان هو يتشخص في فيميل. يعني صعب جدا تلاقي هيموكروماتوزس ان فيميل. ميل تو فيميل ريشيو 24 لواحد. متخيل دي ولا لا؟ مبسوطين ليه كده؟ يعني في حاجات ايه؟ في حاجات اكتر هنا وحاجات اكتر هنا. اسمعوا اللي جايين دي جامده قوي جامده قوي والله يا ولاد. حد يفتكر مرض اسمه ام اس؟ المرض ده عجيب جدا. لو حصل في فيميل يبقى بروكروموز. لو حصل في مين يبقى باد بروجنوز. اسوأ حاجه ان حد كبير يحصل له ام اس راجل. واجمل حاجه ان بنت صغيره يحصل لها ام اس. انا هقول جمله تلم الليله كلها يا ولاد. ايج اند سيكس الاثنين دول لهما دايجنوستيك فاليو ولهما بروجنوستيك فاليو. موافقون؟ دكاتره ردوا عليا لهما دايجنوستيك فاليو صح؟ وربما يكون لهما كمان ايه؟ ها بروجنوستيك فاليو يبقى ده من ناحيه ها النيم ومن ناحيه الايروسيس. يلا ردوا عليا الكلام سهل، هل الاوكيوبيشن فرق معاكم؟ الاوكيوبيشن فرق معاكم؟ فرق. احنا عندنا في الشيست عنوان اسمه اوكيوبيشن لانج ديزيز. الناس اللي شغاله في المصانع كلها ممكن يحصلهم هيموكوميوزس، لانج فايبروزس، سي او بي دي مثلا. يعني دكتور جراح عظيم في مصر ومن الدنيا بقاله 20 30 سنه. عمل عمليات للكثير من المصريين. احنا كان عندنا ايه حاجه مشهوره جدا هيباتيتس سي. فتلاقي عنده هيباتيتس سي من كتر ما اشتغل مع مرضى مصريين. الدكتور ده بما ان عنده هيباتيتس سي ده يعتبر اوكيوبيشنال ولا لا؟ هي جات له منين اصلا؟ من شغل فتبقى اوكيوبيشنال. نيرس مثلا او فني معمل ولا حاجه وعنده اتش اي في جاله منين؟ من شغله. فارمر وعنده بالهارزيزم. من شغل يبقى دي اسمها اوكيوبيشنال. عشان كده اي حاله انت بتاخدها معانا لابد انك تقول له انت بتشتغل ايه. وكل برانش هنقعد نقول لك الامراض اللي ايه اللي ريليتد للشغل بتاعه. مارتال ستيت متجوز ولا لا؟ مخلف ولا لا؟ لو مخلف عندك اولاد اصغرهم عنده كام سنه؟ لما اقول لك ان هو متجوز بقى له 10 سنين وعنده ثلاث اولاد اصغرهم عنده ست شهور. انا استفدت ايه؟ انا استفدت ان هو فيرتايل ان هو بيخلف. صح؟ استفدت حاجه ثانيه يا اولاد ان هو عنده نورمال سكس فانكشن مش عنده طفل وسنه صغير يعني ما عندوش امبوتنس. انتوا عارفين ده بالنسبه لي معناه ايه؟ ان انا يا اولاد لما اجي هنا في الجاستر اوبريسنس اوعى بقى تسال تقول له انت عندك انفرتيليتي ده ما هو مخلف هو يا دكتور وكويس. اعكس يا دكتور انا متجوز بقالي 15 سنه وما خلفتش.
عندي حاجه من الاثنين، يا عنده انفيرتيليتي يا عنده امبوتنس. وتدخل في اسئله بجد رخمه جدا، اسئله رخمه جدا اللي خدوا منكم ناس عارفين الكلام ده، وتقعد تسال طب ليه سواء راجل او ست، طب ما خالفتش ليه، طب استخدم وسيله ايه، طب ايه اللي جرى، مش عارف فاهمني راجل او ست، وتقعد تسال تفاصيل كتيره جدا. طب ما هو انت البيرسونال هيستوري ممكن تريحك من الاول، يعني انت محظوظ من الاول، يقول لك انا متجوز ومخلف وعندي اطفال واصغر ولد كذا، خلاص الليله خلصت سواء كان راجل او سواء كانت ست. لو ما كانش احنا طبعا احنا مش بتوع نساء الفيرتيليتي شيت بالنساء، لكن انا عندنا شيت اسمه امبوتنس، يعني لو راجل وعنده ضعف جنسي ولا حاجه ممكن يكون مشكله في الاعصاب. فانا لازم اجي هنا بقى في النيورولوجي هناخدها ان شاء الله بتفاصيلها، اقعد اسال، بس ما ينفعش اجي اسال هنا اقول له انت عندك ضعف جنسي ولا هو متجوز ومخلف، فاهمني ولا لا؟ فانا ما ينفعش ان انا اسالها اساسا، عشان كده هي بتديني فكره من بعيد. هتقول لي مارد تاني ذا بو اند هاز 3 دوترز يعني ذا وان از وان يير اولد مثلا يعني. طيب ريزيدنس، ريزيدنس اللي هو عايش فين، بس دي مش كفايه. احنا يا ولاد مصريين عندنا مشكله. ساعات بنتولد في مكان وبعدين نعيش في مكان تاني. ممكن تيجي من المرض اللي انت جايبه ده كان قدامك في المكان اللي انت موجود فيه. اقول لكم الاكزامبل اللي كلكم بصوا كلكم اشوفوا الاكزامبل اللي بعده. لا مش هقول ده. انت النهارده في المستشفى دخلت على حاله هيباتوس بينوميجالي. هيباتوس بينوميجالي. تضخم في الكابيتال ايه في مالكو؟ هيباتوس بينوميجالي. فانا بفحصه عنده هيباتوس بينوميجالي. فانا بقول له انت منين؟ انا من العباسيه. انا من العباسيه، حلو كده؟ اقول له لا انت مولود فين؟ يقول لا انا مولود اصلا في الفيوم. انا قاعد في العباسيه بقالي 5 سنين، اقول له طالما جبت سيره الفيوم يبقى بالتحديد. فهمتوا حاجه ولا لا؟ يبقى السبب الاوقع هنا مين؟ طب عيان تاني هيباتوس بينوميجالي، بس انا مولود في المانيال وعايش في المانيال. بصوا يا في الهالة وعمري ما شفت الترعه اللي في التلفزيون. اوعى تقول كلمه ما هو مفيش هيستوري اوف كونتاكت ووتر كانال، يبقى هو قد يكون هيباتيتس، قد يكون اوتو اميون ساركويدوز، اي سبب تاني الا كلمه ايه ولا ايه؟ فهمتوا قصدي ولا لا؟ يبقى اذا هو مولود فين؟ فرقت معاك في حاجه؟ فرقت. لازم تقول لي بورن ان كذا اند ليفنج ناو ان كذا، بيحبوها جدا كده. فهمني يا دكتور؟ مش لازم اللي عايش في مكان دلوقتي يبقى كان مولود فيه، ربما كان عايش في مكان وممكن يتنقل من 3 4 اماكن. الكلام ده مش على قد محافظات مصر بس. مصر كدولة ما بين الدول، النيشنز الدول، حينما تذكر مصر بره كانوا بيذكرونها بيقولوا الحمد لله الدنيا احسن من كده. انت النهارده لو في عيان مصري جالك وعنده ليفر سيل فيلر، التفكير الاول ايه؟ يعني التفكير الاول ايه؟ هو هيباتيتس سي فيروس صح ولا لا؟ لو جالك عيان انجليزي وعنده ليفر سيل فيلر، الكوليكس اللي بيشرب حليات، مع ان الاثنين في الاخر عندهم ايه؟ بس بما ان ده مصري فكرت في الهيباتايتس، بما ان ده انجليزي فكرت في الايه؟ في الالكول انتيك. فهمت المنقوصه دي؟ مصر وليبيا وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا وايطاليا وفرنسا واليونان وقبرص. الدول دي كلها بتطل على البحر الابيض المتوسط، بيسموها ميديترينيان اريا. هل تعلموا ان في مرضين في الطب مسميين باسمنا هنا؟ فاميليا ميديترينيان فيفر حمى. او في كمان ثلاسيميا اللي هي انيميا، اذا في حمى وانيميا البحر الابيض المتوسط ده فين؟ الثلاسيميا دي لغايه لما ناخدها عندكم فكره يعني احنا ما بنجيش الثلاسيميا لغايه لما ناخدها دي كرونيك هيموليتيك انيميا. لو في طفل مصري النهارده جالك ولقيت عنده صوره الكرونيك هيموليتيك انيميا، التفكير الاول انه هو هيطلع ثلاسيميا. لكن لو طفل سوداني وجالك بصوره كرونيك هيموليتيك انيميا، هم اصلا ما عندهمش اصلا يا اولاد ثلاسيميا، لكن عندهم سكيلو سايكوز. لو طفل سعودي وعنده نفس الصوره سيكل سيل، على فكره الثلاسيميا هي هي السكيلو سايكوز، هي هي السيكل سيل، هم الثلاثه تحت عنوان اسمه ايه؟ كورونيك هيموليتيك انيميا. بس الفكره ان كل دوله فيها الامراض بتاعتها، فهمتوا قصدي ولا لا؟ يبقى كل دوله يعني النيشن بتاعته. عارفين يا ولاد في طلبه كتير ماليزيين بييجوا يدرسوا في مصر، يدرسوا طب واشياء اخرى. عارفين الطلبه دول قبل ما يخرجوا في بلدهم في السفاره المصريه هناك بيروحوا يعملوا تحليل فيروس بي واتش اي في طبعا. اول ما يجوا مصر لازم يعملوا التحليل ده تاني، اصل هو ماليزيا اندمج عندها الهيباتيتس بي. طب لو انت مسافر ماليزيا يعملوا لك سي، على فكره انت لو مسافر اي مكان يعملوا لك سي. واحنا مسافرين اي حته كمصريين لازم يعمل لك ايه؟
عشان ما تروحش تنقل الفيروس ده عندهم. فهمت قصدي ولا لا؟ يعني كل دوله هتلاقي فيها الامراض بتاعتها. هابت اقصد بيها سبيشال هابتس اوف ميديكال امبورتنس. اشهر كلمه فيهم اذا كان بيشرب سجاير سيجار سموكينج. لو كان بيشرب سجاير بنحسب له حاجه اسمها سموكينج اندكس. السموكينج اندكس ده اللي هو نمبر اوف سيجاريتس بير داي مضروبا في ديوريشن ان ييرز. بتشرب كام سيجاره في اليوم بقالك على كده كام سنه؟ كام سيجاره في اليوم عدد السجاير بضربهم في عدد السنين مش في عدد الايام، في عدد السنين. خمس سجاير بقالي 10 سنين يبقى 5 في 10، وده بيطلع اندكس معامل التدخين، وده بيقسم الناس اللي بتشرب سجاير لثلاث انواع. لو كان اقل من 100 يبقى اسمه مايلد سموكر، لو كان من 100 الى 400 يبقى اسمه مودريت سموكر، لو كان اكتر من 400 يبقى حد هيفي سموكر. يبقى الناس اللي بتشرب سجاير يا مايلد يا مودريت يا هيفي اكوردنج تو مين. السموكينج اندكس نمبر اوف سيجاريتس بير داي مضروبا في ديوريشن ان يير. واحد بيشرب 5 سجاير 10 سنين 50 يبقى ده مايلد. 20 سيجاره بقى له 10 سنين، 20 سيجاره 10 سنين 200 يبقى ده مودريت. 40 سيجاره بقى له 40 سنه اكيد حد قلبه 600، يعني اكيد حد هيفي سموكر. يبقى انا بقسم الناس الى مايلد ومودريت وهيفي اكوردنج تو ذيس سموكينج اندكس. اكيد مش محتاجه كلام، كلما زاد الرقم كلما كانت الخطوره اكتر واكتر. انا عشان كده انت بتحسب له سيمبلي هذا السموكينج اندكس. في اولاد طريقه ثانيه زي دي، بعد ما بيحسب كام سيجاره في اليوم بقالك على كده كام سنه يروح قاسم على 20. اشمعنى 20؟ اللي هو الباكت، يعني اللي هو عدد السجاير في الايه؟ في العلبه، ويحسبها باك ييرز. يعني اكزامبل عشان ما نتلخبطش، واحد بيشرب لغايه 10 سجاير في اليوم بقالي 10 بقاله 15 سنه ب 15 هنسمعهم على كام؟ على 20، الزيرو راح مع الزيرو 15 على 2 يبقى فيها 7.5 باك ييرز. تقول لي ماشي طلع 7.5، استفدنا ايه؟ ان هو 7.5، تقول لي يعني ايه؟ ما هو في واحد ثاني 3، في واحد 4، واحد 5، واحد 6، واحد 7، واحد 8، فاهمني ولا لا؟ كلما زاد الرقم كلما كانت اكتر. يبقى دي طريقه ثانيه، وعلى فكره دي الطريقه اللي هي الباك ييرز اللي موجوده في ماكلويز كلينيكال اكزام. يعني بس اقول لكم كلمه صغيره. بص يا ريكومند بوك، الكتاب الموصى بيه في كل الجامعات المصريه لدراسه الكلينيكال اسمه ماكلويدز كلينيكال اكزامينشن. هتلاقي بعض الدكاتره في الراوندات بيقولوا لكم ايه؟ قالوا كتاب ماكلويدز. حلو كده؟ اصلا انا بشرح منه وهو الكتاب بتاعي ما هو الا تهديد ليه. بس انا عامله بالطريقه ايه؟ بالطريقه المصري عشان تبقى سهل عليكم، عشان نفهم او الامور تمشي. وهناك الكتاب بيكلم حد مخلص، يعني حد مخلص الطب وكده ايه بيكلمه من هذا المنظور يعني. احنا بنبدأها من تحت شويه، لكن في الاخر نفس المعلومه هي هي. فعشان كده يقول لك لو واحد لسه مذاكر منه بقى يقول لك مفيش حاجه اسمها سموكينج اندكس، في حاجه اسمها باك ييرز. ايه الباك ييرز دي؟ عادي هو السموكينج اندكس بس بقسم على كام؟ وباخد رقم، يبقى الرقم ده هو المدلول، مفيش فيها بقى لا مايلد ولا مودريت ولا سيفير، فيها رقم. يعني 31 باك ييرز زي 1.5 باك ييرز؟ لا، كلما زاد الرقم كلما كانت الامور اكثر واكثر. سهل اقول لكم حاجه، السموكينج اندكس ده كلام حلبانيش ان اكيوريت. قصدي يا ولاد مفيش حد بيحسبها بالملي، مثلا غير ما بيقول لك انا بشرب 10 سجاير في اليوم، 10 فعلا. ما جايز يزود او جايز يقلل، دي حاجه. الحاجه الثانيه تقول لك عدد السنين، يعني هو حسبها بالظبط ولا كده؟ هي كده، يعني الكلام يحتمل الصدق والكذب، ما هو كلام عيان. انا مش عايز كنت بقى تعذبوا نفسكم في الحوار ده بجد. يعني ساعات يجي لك عيان زي كده بتشرب سجاير بقالك قد ايه؟ بقالي حوالي 37 سنه ونص. طب بتشرب قد ايه؟ يقول لك اول 3 سنين ونص كنت بشرب اربع سجاير بعد كده ابويا قفشني بطلت سنتين، بعد كده بدات اشرب 15 سيجاره قعدت على كده 7 سنين، بعد كده 20 سيجاره قعدت 9 سنين، ودلوقتي ماشي على 10 سجاير في اليوم. طبعا الطالب الساذج هيعمل ايه؟ احسبها لي كده بالعرض وبعدين يا جماعه يفهمون ده هبل، ده فراغ يا دكتور. اكتب لي مودريت وهيفي يا دكتور، اكتب اي حاجه، اكتب هيفي انا موافق، قول اي كلمه وهتعدي. فهمت؟ ما ترخمش على نفسك. في طلبه رخمه بيرخم على نفسه، ما حدش يقعد يحاسبك يا دكتور. تقول لي يعني مش فارقه هو دلوقتي لو انا حسبت السموكينج اندكس ردوا عليا وطلع 399 ده بيصنف ايه؟ مودريت. طلع 401 انا
هيرني مش هو يعني السمعتين دول فرقوا فهمتوني ولا لا؟ فبالتالي الموضوع مش كده تقول لي واضح الدكتور هيرني مش هيجرى اي حاجه. حاجه ثانيه يجي لك عيان اقول له انت بتشرب سجاير يقول لك لا الحمد لله انا بشايب بس. مين اكتر؟ سجاير ولا شيشه؟ بس الطريقه هما الاثنين وحشين ما اقول مين اوحش يعني هما الاثنين يا اولاد طبعا 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 الشيشه اكتر جدا بس عشان حاجه واحده دكاتره ما حدش يقول لي لا ما حدش يقول لي عشان انفكشن اللي يقول لي انفكشن وتي بي اقول له انا هجيب عندي شيشه في البيت واعقمها يا عم كل يوم واشرب تسمع لي اشرب فاهمني ولا لا يعني الموضوع مش حته انفكشن اصل دلوقتي حته الانفكشن مش متاحه قوي الناس بقت عارفه هو سيبكم من الافلام القديمه بتاعت السبعينات دي اللي هو ايه بسبب كتير ويدي اللي جنبه مش دلوقتي بيتغير المفهوم بتاعها وبعدين الكافيهات المحترمه تلاقي دي شيشه بتاعت الدكتور فلان دي بتاعت المستشار فلان دي بتاعت سعاده الباشا مش عارف ايه كده يعني الشيشه هو بيشتري شيشه ويسيبها في المكان ده ومحدش بيستخدمها غيره يا ولاد الموضوع مش انفكشن المصيبه ان حجر الشيشه الواحد يعادل من 20 سيجاره ل 56 سيجاره اصل في فكر كده ساذج عند الناس الصناعيه يعني يقول لك انا كنت بشرب علبه سجاير في اليوم اصلها بتيجي كل شويه بطلع 10 كل شويه بطلع 10 فانا ربنا هداني الفكره ومش ربنا اللي هداني واخد بالك بقول لك ربنا هداني الفكره انا مش بشرب سجاير طول النهار بس وانا رايح من القعده على شيشه كده وصايه اضرب لي حجرين قول له لا ارجع اشرب ايه؟ علبه سجاير فهمتوني ولا لا؟ اصل هو فاكر الحجرين دول ايه بسجارتين لا ده حجر الشيشه الواحد قد يعادل علبه سجاير فهمتوني ولا لا؟ عشان كده نقول لا الشيشه كميه الكيميكالز اللي فيها بتبقى اعلى قوي. الشيشه يا ولاد ليس لها اندكس. الشيشه هو ايه ورق اللي انت بتاعك؟ ايه الورق ده؟ طبعا يا ابني خدوه اكل مين اللي بيعمل كده؟ السنه ايه ده؟ هو انا رديت ورانا بقى؟ هو الطرد وهناك كمان؟ وانتوا نازلين كده ما شاء الله يعني. اوعى تكون محضر زمالك برضه. انت خلاص يا ابو. خلاص يا ابو. بقول لحضرتك الشيشه ليس لها اندس. يعني مثلا لو حد بيقول لك انا بشرب شيشه تقول لي اس شيشه سموكر نقطه ما تقولش ايه اس شيشه سموكر فايت سبونسر ده دي حاجه ثانيه ها اس شيشه سموكر وخلاص وانتهى الكلام طيب واحد يا ولاد بتقول له بتشرب سجاير يقول لك انا كنت بشرب سجاير بس بطلت من 5 سنين عايز اقولها تقول له كنت بتشرب قد ايه 30 سيجاره قعدت قد ايه 20 سنه بطلت من 5 سنين أول هي واطي سيجاري سموكر 30 سيجاري سيجاري 4.20 years واطي is X smoker 5 years ago X ده كلمة X smoker يعني هو إيه؟ بس عايز أقول لكم حاجة هو أنت عارف عيادتك والله هتجيلك كتير قوي عيان واحد يعني جاي يشوف كان تقول له طبيعي تسأله بتشرب سجاير يقول لك أنا بطلت أوعى تكتب X smoker بطلت من إمتى؟ يقول لك بقالي أسبوع لا ارجع تاني بطلت بقالي شهر ارجع تاني لازم يعدي 6 شهور يبقى امتى انطق كلمه اكس سموكر؟ عشان يبقى خلاص يبقى غالبا ايه كده؟ واحتمال يرجع احتمال يرجع فاهمني ولا لا؟ لكن يقول لك ايه؟ اصل اول ما حصلت الكورونا ناس كتير جدا بطلوا وهو بايظ الدنيا فتحوا معانا تاني يعني هو الفكره لازم اللي هيبطل لا يبقى بطل اكتر من 6 شهور. برضه من الحاجات الثانيه حته يا ولاد ان حد بيشرب سجاير او كده في حاجه اسمها بيرسونال سسبتبيلتي تفرق من المريض التاني. يعني اقول لكم حاجه في حد بيشرب سجاير يحصل له مشاكل كتير قوي وحد بيشرب سجاير ما يحصلوش حاجه بالعكس حاجته بتيجي على السجاير يعني يقف عليك شاب صغير بيشرب سجاير كتير بتقول له حرام عليك يا ابني صحتك وحياتك وبيحصل وهيجي لك وبتاع هو تخوفه جدا عشان ما يشربش يقول لك قلت اللي عندك يا دكتور اسمعني دلوقتي جدي الله يرحمه مات وعنده 90 سنه وجدي ده كان بيشرب سجاير وشيشه من هو عنده 15 سنه يعني كسبه بسيطه قعد يشرب سجاير 75 سنه عارف يا دكتور جدي مات ليه؟ تقول له 90 سنة قبل ما يموت بيومين تعب شوية، جبت له دكتور في البيت.
كشف عليه قال له بطل السجاير بطل من هنا ومد هنا. تقول له طيب عزرق الطاير الله يرحمه مات وعنده 27 سنه شرب سجاير من وعنده 22 سنه 4 سنين 26 سنه حصل له برونكو كارسينوما وما لحقناهوش ومد هنا. هو ازاي واحد يحصل له حاجات فظيعه جدا وحد يحصل له مايل سيب او ما يحصلوش اصلا؟ يبقى اسمها بيرسونال سسبتبيلتي. قد يكون فيها جينيتك فاكتور هلا اسوسيشن مش مفهومه قوي. لو انتوا عارفين الكوفيد 19 والله في جينيتك فاكتور. سبحان الله تلاقي ايه؟ تلاقي اسر ودي تحت الدراسه عليها ابحاث. تلاقي اسر جالها الكورونا وكلهم ماتوا واتبهدلوا والاعراض عندهم كانت شديده جدا. وتلاقي اسر ثانيه عندها الكورونا ايه؟ عادي جدا والدنيا جميله وسعيده. فاهمني ولا لا؟ ده في ناس يا مننا جات لهم من غير ما يحسوا. يعني اذا فيها بيرسونال سسبتبيلتي. كذلك التدخين بتاعنا يبقى التدخين داخل فيه حاجه اسمها بيرسونال سسبتبيلتي. انت ما تضمنش انت مين في دول، يعني انت هيحصل لك حاجه ولا مش هيحصل لك حاجه. طيب حد بيشرب سجاير ايه مخاطر التدخين؟ قول لي كده بسرعه يلا على مستوى التشيست مثلا. مثلا برونكوجينيك كارسينوما العامل الاساسي في البرونكوجينيك كارسينوما هو التدخين. حد مخاطر يا بني سي او بي دي اشهر حاجه. سي او بي دي لغايه لما ناخدها على فكره دي اهم حاله في الكريتيكال كورونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز السده الرئويه المزمنه عباره عن كورونيك برونكايتس وانفيزيما. نفض لي هتتاخد بعدين لكن سي او بي دي العامل الاساسي هو مين؟ انا مش متخيل مثلا يجيلك عليه سي او بي دي وقال ايه انت نسيت تسال ولا بتشرب سجاير ولا ما سالته على ايه؟ ها؟ مثلا دكاتره السجاير كمان دكتور السجاير ممكن تعمل ميزوثيليوما تيومر او بلورا. السجاير ممكن برزنتيت البرونكيال ازمه. الناس اللي بتشرب سجاير عندهم ميوكس سكريشن فوق هنا ممكن يحصل له اسبيريشن ويحصل عليه انفكشن اسبيريشن نمونيا بالذات لو داخل يعمل عمليه ولا حاجه. اقول لهم حاجه وحشه قوي، واحده ست ما بتشربش سجاير بس جوزها بيشرب سجاير معاه في نفس الموضوع. هي اسمها ايه بقى؟ بس سموكر. لابد ان تذكرها في الشيء ونفس المخاطر بتحصل لها. عشان كده انا والله انا حتى في عيادتي اي واحده ست كده وبتاع وحس ان عندها مشكله انا ببقى عارف انها بتشرب سجاير اصلا شكلها هدايه، يعني ست بتشرب سجاير شكلها هدايه خد بالك. فانا بحس ولا بتشرب سجاير ولا على اساس ان هي ما بتشربش يعني. بقول لها بتقعدي جنب حد بيشرب سجاير؟ واخد بالك يا دكتور؟ فانت لازم طيب لو جوزها هو اللي بيدخن لابد ان تذكرها تقول لي الشيء بس باسمه. طيب ده على مستوى التشيست. قولوا لي يا اولاد على مستوى الكارديو باسكولار سيستم انا هقول محدش يتكلم. على مستوى الكارديو باسكولار هقول كلمه صغيره. الكيميكالز بتاعت السيجاره بتعمل كيميكال اريتيشن اوف انتما او بلاد فيزل تؤدي الى اثروسكلوروزس. ما خلصتش انا. اثروسكلوروزس بالدماغ تعمل جلطات. ده عنوان كبير هناخده سيريبرو باسكولار ستروك. اقول لك بيشرب سجاير. على مستوى القلب اكبر درس في الكارديولوجي اسكيميك هارت ديزيز انجينا وام اي. على مستوى البلاد فيزلز اللي بالدراع وبالايد والرجل هايبرتنشن. على مستوى البريفري بريفرال باسكولار ديزيز ممكن يحصل حاجه اسمها بيرجرز. عارفين بيرجرز ده دكتور جراحه ان شاء الله هيجيب لكم حد بيشرب سجاير. ايوه بس دي لايف. بص يا دكتور عاملين رجله عاملين امبيوتيشن رجله والايد وبيشرب سجاير اسمه بريفرال باسكولار ديزيز ربما يحصل ما بين الايه؟ ما بين المدخنين. حد جنبه يقول في فور؟ ممكن اثنين يقول لي هنا اثنين يقول لي هنا بسرعه بسرعه. يحصل اسكيميا ومنجريف في الاطراف. على مستوى الجي اي تي يا اولاد على مستوى الجي اي تي بيحصل بيسبيك كانسر وبيحصل الراس اللي هو الجر وبيحصل كانسر ستومك. يعني عامل اساسي في الكانسر ستومك هو السموكينج. اقول كلمه وحشه قوي. البحث ده اتعمل في القصر العيني 12 سنه.
حبوا يفرقوا ما بين الشيشه وما بين السجاير. لقوا ان الناس اللي بتشرب سجاير بيحصل لهم كانسر ليبس وكانسر فم. الناس اللي بيشرب شيشه ما يحصل بيشرب شيشه ما يحصلهمش كده. لقوا ان عارفين اخر السيجاره في فلتر كده وفي ورق بفره فيها. البفره دي الورقه دي اصلا كارسينوجين. عشان كده خطوره السجاير عن الشيشه في الكانسر ليبس والكانسر فم. هو اصل الشيشه مفيش فيها الفلتر ده، مفيش فيها الحوار ده، فبالتالي ما تعملش كده. يعني كانسر ليبس وكانسر تانج سيجار سموكينج از ريسك فاكتور من ضمنها. حتى على علب السجاير بيحطوا الصوره بتاعتها دلوقتي عشان الناس ايه ممكن يشربوا برضه، مش واخد بالك؟ عشان تشوف المنظر بتاعها. السجاير يا اولاد لو واحده ست وحامل وبتشرب سجاير هتجيب بيبي حجمه صغير نو فيلت ويت. هو دلوقتي مش السجاير دي، مش السجاير بتعمل هاي بوكسنج. يبقى الاوكسجين اللي واصل للبيبي ايه؟ ولاد. كلما زاد عدد السجاير كلما قل حجم البيبي اكبر في وقت الولاده. الناس اللي بتشرب سجاير ما يحصل لهمش ألسرة كوليتس، بس يجي لهم كرونز ديزيز. ما يحصل لهمش لا من ألسرة كوليتس رير مع ما بين المدخنين، والكرونز كومن ما بين المدخنين. عشان ما اشوفش التسميحه دي هقول كلمتين. كلمه انفلاماتوري باول ديزيز اثنين، ألسرة كوليتس وكرونز. ألسرة كوليتس بيجي في الميوكوزا بتاعت الكولون بس، يعني هو بيجي في الكولون بس ويختار مين؟ بس الكرونز بيجي في الجاي في كله فروم ماوس وانس، وبياخد فروم ماوس وانس وبياخد الليرز كلها ترانس ميورال. ترانس ميورال يعني مين الاخطر؟ كرونز. انه بيجي في اي حته وبيعمل ايه كمان؟ ده ممكن يمسح فيستولا يقعد يفتح الانتستين على بعضها، فاهمني ولا لا؟ عشان كده ايه؟ يجي طالب طب، لو طالب طب يقول يا دكتور انا اشرب سجاير عشان ما يحصلليش ألسرة كوليتس. قول له بس يا باشا ما هيحصل لك يعني هو مش هيحصل له ألسرة، بس يحصل ايه؟ اللي هو اصلا بيكون ايه يا ولاد؟ بيكون اعنف. كان مكتوب قدامنا كتير وعندي الهزر في السموكنج كتير، واعتقد السؤال سهل مفيش فيه مشكله. هل السموكنج هو الهابت الوحيده اللي موجوده؟ هو ما بين المصريين يا ولاد يعني هو العين المصري مش بيتكسف يقول لك ان هو بيشرب سجاير لانه حاجه عاديه يعني، لكن يتكسف يقول لك هقولها اوكيشنال يكون مثلا مايلد سموكر او مثلا اوكيشنال سموكر او اي حاجه. قولي ماشي. ولو عارف اسمه كمان بص ده برضه باي واي طالما انت سالته، يعني واحد بيشرب حشيش حلو كده فبيجي لك يقول لك انا بشرب حشيش. ياما ناس حجزناهم في المستشفيات وبعدين تقول له مع الضغط جامد مثلا جالنا واحد وعنده اكيوت ام اي، ركزوا فيه والله مهمه جدا. عنده ام اي هو شاب صغير 25 30 سنه، فانت تصاب تشرب سجاير يقول لك كتير، تشرب حشيش يقول لك لا، وبعد ضغط عليه يقول لك بصراحه اه، بتشرب حاجه ثانيه يقول لك لا. فاحنا بنعمل تحليل مخدرات في الجول، تحليل جول كده ب 200 جنيه في المعمل ممكن تشرب نفسك لو عايز، يعني واخد بالك؟ تروح تعمل تحليل ده يقول لك المخدرات اللي في جسمك ايه؟ فتلاقي ناس تقول ايه بقى؟ حشيش وهيروين وافيون وحاجات انا ما اعرفش اسمها، واخد بالك؟ وترامادول وحاجات كتير جدا. فتيجي توازنه تيجي تقول له انت كل الحاجات دي بتشربها بتشربها انت ازاي وكده؟ يقول لك والله العظيم يا دكتور انا بحشش بس جوعي جدا. استاذ مضروب بالظبط يا اولاد الحشيش بقى مضروب. حتى تجار الحشيش ما عندهم موجود يعني بص يا دكتور عشان الحشيش ده يعمل دماغ ويعمل ادكشن والكلام ده بيحط عليه هيروين. بيحطوا عليه الكوكين. الكوكين ده اسمع دي، الكوكين بيعمل كورونري سباز ويعمل مايوكاردال انفاركشن، وده اللي جايبه. فهمتوني ولا لا؟ فهو حته ايه بيشرب لو قال لك لازم تقولها حتى لو جات اوكيشنال لابد انك تذكرها، بس هو يجيبه. المشكله هو مش بيقوله وتكتشف وممكن ما يبقاش عارف المعلومه دي، بس هو اي حاجه بيقولها لازم انت تذكرها. لو انت سافرت بره عادي ان هو يشرب كحوليات، هو طبيعي ان هو يشرب كحوليات، هو ابنورمال ان هو ما يشربش، لكن الاساس ان هو ايه؟ ان هو بيشرب. لو بيشرب كحوليات تساله الاماونت اللي بيشربها، الكميه قد ايه؟ والنوع اللي بيشربه بقى له قد ايه؟ عايز اوضح معلومه صغيره جدا. الكحوليات بتتحسب بعدد الوحدات في الاسبوع. كام يونتس بير ويك؟ نمبر اوف يونتس بير ويك، يعني ايه الكلام ده؟ كل 10 مللي كحول صافي تعتبر 1 يونت. بيتحط عليها ميه وصودا وحاجات كتير تعمل مشروب. المشروب ده فيه حاجه اسمها بيرة، حاجه اسمها شمبانيا، حاجه اسمها بودي كده، ويسكي، حاجات كتير بقى. كل حاجه بتقول ليها تركيز معين. القصد يا ولاد ازازه البيره، ازازه البيره مكتوب عليها 2 يونتس.
ازازه الويسكي اللي قدها مكتوب عليها 10 يونتس. ايه الفكره؟ تركيز الكحول هنا ايه؟ في حاجه اسمها ابسن ضياع. البتاع اللي كده مكتوب عليها 10 يونتس. فاهمني ولا لا؟ ودي على فكره الوحده بتبقى مضاده الازازه. يعني وحده البيره كميه كبيره يعني 500 سي سي، وحده الشمبانيا 200 سي سي، وحده البودكا تلاقيها 100، وحده الويسكي نص كاس. فاهمني ولا لا؟ وحده الابسن مغطى الازازه. يبقى كلما زاد تركيز الكحول كلما كان حجم الوحده بتاعتي ايه؟ فاحنا بنحسبها كام يونت عشان نقول ان واحد مدمن خمر او حاجه لو كان راجل لازم يشرب اكتر من 21 يونت بير ويك، لو كانت ست لازم تشرب اكتر من 14 يونت بير ويك. من الواضح ان الستات التوكسيستي هتحصل فيهم بسهوله، علشان كده ايه؟ خلوا الرقم بتاعهم 14. يعني ايه الكلام ده؟ واحد عايش بره وبيشرب كحوليات، هو بيقول لك انا بجيب ازازتين ويسكي في الاسبوع، الازازه الواحده مكتوب عليها 10 يونت، يبقى انا بشرب 20 يونت يعني 20 في الاسبوع كله، مش بغطي يعني مش بتخطى هذا الرقم. طالما مش بيعدي هذا الرقم هو في الامان. فهمتوني ولا لا؟ انا مش بتكلم شرعا ودينا، انا بتكلم ايه علميا. لو حد بيشرب كحوليات اقل من الكميات دي مش خطوره، المشكله كلها ان هو ايه؟ ان هو يعدي الكميه دي. يبقى خدنا معلومه الكحوليات بتتحسب ازاي؟ باليونت، واليونت اكوردنج تو ايه؟ واي مشروب كحولي لازم يكون مكتوب عليه اليونت بتاعته عشان يبقى حاسب هو بيشرب قد ايه وبيعلمه الناس. انت لو سافرت اشتغلت بره ما ينفعش تقول لواحد ستوب الكول انتيك، لكن تقول له ايه؟ ريديوس الكول انتيك. لو قلت ستوب الكول يبقى انت كارديو ومتطرف، واخد بالك؟ لكن تقول له ايه؟ قلل الكحوليات عشان ما يغطيش هذا الليمت. نفتح المزاد يلا، حد بيشرب كحوليات. ايه المخاطر بقى على مستوى الليبر؟ طبعا فاتي ليبر وستياتوهيباتايتس، وكلمه سيروز هي الاشهر وحذافيرها بقى ليبر سيل فيلير وهيبر سيلر كارسنوما، يعني الهم الاساسي على مستوى الليبر. اجرى في السر وجلد برن والكلام ده. على مستوى القلب اسمع الكلمه الوحشه معلش، كارديومايوبا ضعف في عضله القلب. انتوا عارفين هتعرفوا ان الهارت فيلير يا رايت يا ليبر اللي بيشرب كحوليات وعنده سيست يا ولاد ده باي فنتريكولار فيلير الناحيتين، يعني بقى عنده رايت سايد هارت فيلير وعنده كمان ايه؟ ليفت سايد هارت فيلير. فاهميني ولا لا؟ اللي بيشرب كحوليات يا ولاد شغلها الاساسي اصلا، الاساسي يعني شغلها الاساسي على النيورولوجيكال سيستم. لو حد بيشرب كحوليات هيحصل له ايه في النيورولوجيكال سيستم؟ حاجات كتيره ممكن تحت كده يحصل له بريفرال نيورولوجي. في ايديه بيحصل له تريمورز، توكسيك تريمورز. بيحصل له بريفرال نيورولوجي لغايه لما ناخدها هناخد عنوان كبير ان شاء الله بريفرال نيورولوجي درس بعد كده. بريفرال نيورولوجي يا ولاد يبقى مش حاسس بايده ورجله، دايما يكون لابس جوانه مشترك من عدم الاحساس، بلفظ من توكس واناكيزيا. تخيل لحظه يا دكتور انك مش حاسس بحاجه وجيت تمشي ودخلت في رجلك ازازه ولا شوكه ولا خبطت باي حاجه مش هتحس بيها، مسكت حاجه من الاهلبه ولا حد لسعك وما حسيتش بيها. هو ده دي خطوره البريفرال نيوروباثي. هنشوفها ان شاء الله في الناس اللي عندهم ايه؟ الناس عندهم سكر هنشوفها ان شاء الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه يحصل لهم توكسيك تريمورز. لو شغال سواق ما يعرفش يسوق عربيه ما يعرفش يدخل قدام مكنه يحصل له تريمورز. قبل بتأثر على البيزا الجانجي قبل ابتدي تعمل لي تريمورز هناخدها ان شاء الله في وقتها. يأثر على البرين توصل بالعقل ازاي بقى؟ بص يا دكتور على مستوى الدماغ فوق هو بيشرب عشان ينسى. مش كده؟ فبيحصل له انيزا. يبدأ ينسى. بس يا ريته بينسى وخلاص. اللي بينساه من هنا بيألفه حاجات تانية. يعني هو بينسى حاجات اوكي؟ بس يقعد يألف مكانها حاجات أخرى، كلمة اسمها كونفابيوليشن. يبقى عنده امنيزيا ينسى حاجات لكن بيكون ايه؟ كونفابيوليشن. كونفابيوليشن ترجمتها ايه في القاموس؟ تأليفات خاصة بالعظمة. يقعد يقول لك أنا جدع. هو جدع؟ هو مش جدع ولا هيلة بس هو بيتجدع. وبعدين يقول لك حاجات بص يا دكتور هو ناسي حاجات كتير جدا لكن بيقعد يحط مكانها أحداث إن هو شخص عظيم ومش عارف راح قابل مين. وعارفين النقطة اللي بتقول ايه؟ يقول لك مرة دبانة معاك في كاس ويسكي. يقول لك ده اللي طبعا لسه. هي اللي في بالك. هي اللي في بالك. واخد بالك بس حصل لها ايه؟ الحاجة اسمها ايه يا ولاد؟ كونفابيوليشن. يعني ايه كونفابيوليشن؟ يعني ايه كونفابيوليشن؟ يعني ايه؟ تأليفات خاصة بالعظمة. يعني حاجات تقول لك ان هو حد عظيم. إذا وجدت أمنيزيا مع كونفابيوليشن فحد بيشرب كحوليات يا بنسكت. دي اسمها كورساكوف سندروم. يبقى كورساكوف ده ايه؟ قال ايه؟ قال ان الناس اللي بتشرب كحوليات كتير ممكن يحصل لهم امنيزيا مع كونفابيوليشن سميها باسم كورساكوف.
ما سكتناش على كده. الناس اللي بتشرب كحوليات ممكن يحصل لهم اتاكس، يعني يمشي يتطوع سكران يتطوع السيرفيلا من ضرب، وكمان بيحصل لهم كونفيوجن ارتباك، كمان بيحصل لهم اوفتالموليجيا مشاكل في العين. يا اولاد اتاكسيا السيرفيلا، السيرفيلا يجوا على طول بتتهز يمشي يتطوع سكران، خلاص بقى طبعه كده، بقت المشيه بتاعته كده وحياته كده، يمشي يتطوع في اي حاجه. كونفيوجن يعني ديس اورينتد، كونفيوزد مينز ديس اورينتد. بص يا ولاد انتوا الحمد لله عندكم اورينتيشن، بس لو سالتكم هو الساعه كام دلوقتي تقريبا؟ تقريبا تلاته. واحنا النهارده ايه؟ النهارده تلاته. واحنا فين دلوقتي؟ السنتر. في المانيا مثلا. وانا مين وانت مين؟ انت اورينتد بايه؟ تايم بليس اند بيرسون. اللي عنده بقى كونفيوجن ديس اورينتد باي تايم بليس اند بيرسون. النهارده خميس الساعه 9 بالليل قاعدين على القهوه، يعني هو بيقول حاجات ثانيه خالص. يبقى دي كلمه اسمها ديس اورينتيشن او كونفيوجن. يبقى عندهم يا ولاد اوفثالموجليشيا، عندهم مشاكل في العين، تلاقي الجبن زائد، تلاقي العين محوله، شايف الحاجه اتنين. اذا اجتمعوا الثلاث حاجات دول مع بعض الشاطر بيجيله من التوكسين. لما يجتمعوا الثلاث حاجات دول مع بعض انتوا عارفينها والله، يبقى اسمها فيرنكس انتيفيرال. عدت علينا ولا لا؟ عدت علينا؟ فيرنكس بتاعت الفيتامين ديفيشنسي يا ولاد دكاترة. طب لو واحد بيشرب كحوليات وحصل له الخمسة، ايه هما الخمسة؟ امنيسيا وكونفابيوليشن، ينسى ويقلب. اتاكسا يتطوع، كونفيوجن مرتبك، وفارموجليجيا في العين. لما يحصل له الخمسة سهلة جدا. فيرنكس كورساكوف سندروم. يبقى فيرنكس كورساكوف، اصل انت هتلاقي بعض الكتب كاتبة ايه؟ هازرز اوف هازرز اوف الكول انتيك فيرنكس كورساكوف، ويسيبها لك انت عارفها. يبقى ده بيتكون من ايه؟ خمس حاجات، اثنين كورساكوف وثلاثة. الفيرنكس عموما دي مخاطر الكحوليات في الحقيقة مش مهمة قوي، لأن العين المصري حتى لو بيشرب كحوليات مش بيوقف. السبع حاجات دول هم البيرسونال هيستوري. محدش يغلط فيهم إلا إذا كان متعمد. أنت بتسأل على السبع حاجات دول. وتيجي تكتبهم في صورة باراجراف. ما تقعدش تقولها في صورة بوينت، الباراجراف مرض. يعني جملة واحدة. ما تقعدش تقول إيه ذا بيشنت نيم إز كذا، إيج إز كذا، سيكس، ما ينفعش تقولها جملة. فور إكزامبل مين البيشنت؟ اللي هو السيد علي 32 يير اولد درايفر سنجل فروم ذا جازين فاضلنج ناو ان المانيا هي سيجرت سموكر 5 سيجرتس بير دي فور 10 ييرز سموك خالص. لو كان المريض مثلا واحده سته تقول ايه؟ فيميل بيشنت سمار بدري شعبان 48 يير اولد هاوس وايف مارد 25 ييرز اجو اند هاز تو دوترز يانجست وان از 20 يير اولد شي از فروم الفيوم فاضلنج ناو ان العباسيه شي هاز نو سبيشال هابتس اوف ميديكال امبورتنس. هكذا يكون الكلام. اول حاجه بيقولها بيرسونال هيستوري. ما ينفعش تقول بيرسونال هيستوري وتتلعثم. لو تلعثمت في البيرسونال هيستوري هتعمل ايه في البدايه؟ هذا لسه اول حاجه، دي اول طلعه انت بتقولها. ما ينفعش ابدا 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 ان انت تغلط فيها. لو كانت حتى في مين بعد الهابت مباشره تروح حاطط لي حاجه اسمها منسترال هيستوري وما تنساش. منسترال هيستوري معلش يعني يا دكتور واحنا مش نسا دلوقتي هندرس بطن. احنا مالنا اصلا ومال المنسز والبيريود احنا مالنا؟ احنا كف البطن يا دكتور مالنا بالبوار ده واحنا بناخد نسا دلوقتي؟ يا ولاد الله يبارك لكم دكاتره اصلا هو الريجيوليشن اوف منسز كله معتمد على مين؟ على الهرمون. الهرمونز دي المايستر بتاعته مين؟ البيتيوتري اف اس اتش وال اتش برولاكتين هي اللي بتروح بقى تطلع الاستروجين والبروجسترون والسايكل تكمل. يعني طب مش احنا بندرس البيتيوتري كامراض اندوكراين في البطن ولا ايه؟ يا ولاد اي لخبطه في الهرمونات تؤدي الى ابنورمال ميسز، سواء كان امينوريا ما تجيش او الجمهوريه تبقى قليله او حتى تبقى امينوراجيا كتيره، ده كلها لخبطه. يعني لغايه لما ناخدها البنت اللي عندها هايبر ثايرويديزم عندها امينوريا او الجمهوريه، البنت اللي عندها هايبوثايرويديزم عندها امينوراجيا، يعني في لخبطه. هي حتى لخبطه الغده الدرقيه ما بتلخبط على الدي اس اتش والاف اس اتش والال اتش لغايه لما ناخدها. يعني مش كده وبس، انت دكتور محترم معاك في عيادتك دخلت عليك بنوته كده شكلها بهتان لازم تسالها عن الفيديو، وبعدين تعمل لها فحوصات طالع عندها ايرون ديفيشنسي انيمي، يعني في كرونيك بلاد لوس. بقول لك اصل البيريود بتقعد 9 ايام، قد يكون لوكال فاكتور او حاجه في الهرمونات، لازم تبعتها الدكتور نسا يشوف اذا كان في لوكال فاكتور يتصلح. يا فرحتي تقعد تصلح في الانيميا، ما انت صلحت الانيميا على مدار شهر، جت البيريود خلاص انت ضيعت كل اللي انت عملته وزياده. يبقى العلاج هو علاج السبب، يبقى مهم جدا يا ابني. مش كده وبس، تعرفوا حاجه اسمها ثرومبوسايتوبينيا؟
مش فاهم انا يعني ايه كروموسوم يعني انا نقص مين؟ طب وهي البليتلز دي هو نقص البليتلز مش ليها دور يا اولاد تو ستوب بليدنج؟ لو بنت وعندها ثرومبوسايتوبينيا ماي بريزنت التايم انوراجيا يعني بيجي لها اصلا البير بدل ما تقعد 3 4 ايام ممكن تقعد ايه؟ تقعد اسبوع 9 ايام والله كان عندي لسه في عيال اول امبارح 12 يوم بيريو ده جالي انيميا ببص في صوره الدم لقيت البليتلز بتاعتها 9 انتوا عارفين البليتلز كام؟ 150,000 يعني هي عندها ايه اصلا؟ يعني عندها ثرومبوسايتوبينيا فحصل لها كرونيك بلاد لوس خاصه مع البيريود فبالتالي جايه بصوره ايرن ديفيشنسي انيميا هو معلش اللفه دي مالها بالنسا اصلا؟ هو ده نسا ولا بطنه يا ولاد؟ فاهمين؟ مطلوب عليا دي نسا بيقدر انها في الموبايل جابت الموبايل من هنا ورايح اي صوت يزور محمول 10 متر خلاص؟ بس اي زبون بقى يجيبها ولا بص في الموبايل واللي جنب اللي بيبص في الموبايل ايه رايك؟ عشان ما قالوش عيب انت فاهم ولا لا؟ ايه ده كده؟ ما تركزوا معايا يا اولاد المنسترال هيستوري مهمه في البطنه زي ما هي مهمه في النساء والله العظيم ثلاثه اللي هيدخل على فيميل انا بتكلم على امتحان وينسى يسأل على المنسترال هيستوري لا يلومن إلا نفسه دي فيتال ميستيك حتى لو الدكتور اللي بتاعنا الدكتور بناين ودكتور طيب دي فيتال ميستيك بتجننهم اللقطة دي ما تخليش حد يمسك عليك حاجة طالما حالتك في مين لازم تسأل على مين؟ على المنسترال خلاص بقى بحياتك وليك عليا واحنا بنقدم الحالات هنا مع بعض انا هنجيب طبعا في مين بيشنس كتير لو انت ما خدتش منسترال هيستوري لا مش هتسأل طول عمرك اقول لك كلمتين هيفكروك مدى الحياة مدى الحياة اقسم بالله فهمني ولا لا؟ مفيش حاجة اسمها انسى ايه؟ منسترال هيستوري ان فيميل، طب فاضل حاجة هنسأل عن ايه يعني؟ نسأل عن المنار، ايه المنار كده؟ البيوبرتي، الفيرست سايكل، وتسأل كلام سهل، البيوبرتي منتظمة ولا غير منتظمة؟ ريجو يعني بتيجي كل شهر في ميعادها؟ طيب بتيجي كل كام يوم؟ كل 28 يوم مثلا، طب بيحصل بتقعد كام يوم؟ بتقعد 3 4 أيام، 5 أيام، طب النزيف كتير ولا عادي؟ عادي مثلا يا دكتور، طب في أي حاجة تانية؟ أي مشاكل تانية؟ وتصيغ الكلام ده في جملة terminal at age of 12 regular cycle with moderate amount of bleeding 3 days every 28 days without any complication فهمني ولا لا؟ يبقى لازم اقول جملة عن مين؟ لازم تقول المنار كام؟ منتظم ولا غير منتظم؟ في كام يوم بليدنج؟ طب دي كل قد ايه؟ طب في اي مضاعفات تانية او اي حاجة تانية حصلت معانا ولا لا؟ لابد ان تذكرها اعتقد الكلام بسيط هو على فكرة مش المشكلة انكم مش عارفين يا ولاد هي مش انكم بتنسوا هي المصيبه النسيان يبقى اوتوماتيك في اللاوعي كده عايزها في اللاوعي طالما هي في ميل لازم بعد السبيشال هابتس اقول ايه؟ هقول منسترال هيستوري يبقى احنا كده خلصنا من الجزء الاول في اي سؤال في الحته دي؟ كومبلين دايما نكتبها سي شرطه مايله او ده اختصار لكلمه كومبليننج اوف يعني ايه از كومبليننج اوف او شي از كومبليننج اوف شكوى المريض يا ولاد لابد ان تكون بلغه المريض اللغه المريض يعني نو ميديكال تيرمز وتبقى وان كومبلين از انف وتحط معاها الديوريشن بتاعك يلا نشوف الكلام اول حاجه تكون بلغه المريض مش انا بقول هي از او شي از كومبلينج اوف يعني ده كلام مين يا ولاد؟ ده كلام عيان ما ينفعش احط اي مصطلحات طبيه نو ميديكال تيرمز يعني مثلا جالك عيان يقول لك انا رجلي الاثنين وارمين بقالهم يومين ها انا رجلي وارمه بقالها يومين رجلي هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ قديمة مش هينفع قديمة؟ دكاترة أقول swelling of both lower limbs of 2 days duration swelling of ما تقولش قديمة جالك حد عنده كرشة نفس بيسني هنقولها ازاي؟ difficult breathing أو shortness of breath of كذا duration جالك كح دم رفض بطولات رجع دم بلاش كلمة هيموتز ولا كلمة هيموتز وهكذا يبقى دايما اقولها بلغة المريض حلو كده يبقى بلاش اي مصطلحات طبية الا لو كان المريض طبعا دكتور الحاجة الثانية وان كومبليت از انف از شورت از بوسيبل بص هو الكومبليت سطر واحد مش اكتر من كده لابد ان تكون حازما مع المريض بتاعك تقول له ايه اللي جابك المستشفى؟ ايه اكتر حاجة تعباك النهارده؟ وتحطها ككومبليت لو في كذا حاجة تعبيه هناك الحاجة المهمة وتحطها ككومبليت ما ينفعش احط مالتي كومبليتس الا في النوادي يا ولاد. طبعا الست المصريه ظريفه جدا، اللي تعبي انا جسمي كله بيوجعني، انا مفيش حاجه بتوجعني، مفيش حاجه اسمها كده.
بيقول لك طبيعي اكتر حاجه تعبانه ايه اللي جابك النهارده المستشفى؟ بقول لك ابوك انا تعبانه كل ما فيش حته توجعني شفت حد لي حاجه بقول لك حاضر احدد لك ابوك انا شعري بيسقط وعندي صداع وعيني مزغلله وداري مش واضحه وعندي زكام يا دكتور وسامي في الكحله خذوا لي المكعب الدكتور وعندي حموضه وحرقان هنا وشعر كحه وبلده ضربات قلبي سريعه والاكل اللي هو بدوسه كده وعندي امساك وحرقان وركب يا دكتور لا هي ايه؟ هي عندها 20 حاجه وبعدين ايه بقى منظمه كده هي مبوكه طبعا الطالب الساذج هيعمل ايه؟ اوعى تقول لها ايه اللي جابك بزعق ايه اللي جابك عندنا النهارده ترصهم لك ايه اتحجزتي هنا ليه ترصهم ايه فكك منها يا دكتور فكك منها ونقي الحاجه المهمه من وجهه نظرك وحطها في الكمبيوتر نقي الحاجه ركب خلاص هو جوينت بين وكذا ديوريشن وحطها في الكمبيوتر فعليكم مصر الفضل زعلانين الدكتور وباقي الحاجات اللي قالتها هنطنشها انا ما قلتش نطنشها هي مكانها مش هنا عندك هيستوري وبريزنت ايلنس يبقى قول يا عم الحاجات اللي عندها واللي مش عندها كمان لكن في الكومبلين هو ايه؟ كلمه دكتور هو مش ممكن احط اكتر من كومبلين الاجابه لا الا لو عندي كارثتين يعني مثلا واحد جاله ايه؟ اسمية من يومين اسمها ومن يوم واحد جاله شلل نصفي. انت متخيل؟ شورتنس اوف ريس اوف 2 دايز ديوريشن اند ويكنس اوف ليفت ظهر اوف بودي اوف 1 دي ديوريشن. يبقى انا حطيت ايه؟ بس عشان الاثنين ايه يا ولاد؟ وعلى فكره لو قلت ويكنس اوف ليفت سايد وحطيتها ككومبلين وبدات البريزنت هيستوري بالاسم صح. 8 يعني حتى لو حطيت هما الاثنين وحشين بس حتى لو لقيت الاوحش هما الاثنين وحشين بس نقيت الاوحش عشان اكون بلين وقلت الباقي في البريزنت هيستوري صح مش غلط. دايما الكومبلين تحط معاه الديوريشن وبيكون شورت ديوريشن. اوف 2 دايز ديوريشن 1 ويك ديوريشن يعني 1 مانث ده بالكثير قوي. ما ينفعش يبقى الديوريشن مثلا بقى له 5 سنين. يعني هو 5 سنين وافتكر يجي لي النهارده. فعلا يا دكتور صعب قوي يعني لازم يبقى في سبب. بقى لو بقى له 5 سنين اند از كومينج فور تيتشنج فور فولو اب فور اكزام فور اي حاجه يعني حدد هو ليه جاي النهارده. يعني مثلا هجيب لك عين يقول لك انا تعبان من 20 سنه. طب ايه اللي جايبه عندنا النهارده؟ قال لي از كامينج فور تيتشنج جاي لي في الراوند از كامينج فور تيتشنج جاي لي في الامتحان از كامينج فور اكزام از كامينج فور فولو اب ياخد بلاد ترانسفيوجن مثلا يعني تقول لي تبرر هو ايه اللي جايبه النهارده؟ لازم الكومبليت تبقى حاجه حديثه ونقولها كده اوف جازا ديوريشن ارجوكم يا ولاد بلاش تنفذوا دكاتره البحر بلاش كلمه سيلز وكلمه اجوب في الكومبليت بلاش في الكومبلين نقول كلمة سنس وكلمة أبو، ليه بقى؟ هي سنس دي لازم أحط بعديها تاريخ. مثلا سنس أبريل 2020، فاهم؟ يعني لازم أحط تاريخ كده. وأجو لازم يكون قبلها في الباص، أنا بقول هي إز كومبلينينج نعم هو بيشتكي دلوقتي. فبلاش كلمة سنس وكلمة أجو قولها أوف كذا ديوريشن. على فكرة في بعض دكاترة البطنة ممكن تقول سنس 2 ويكس وترجع. وفي حد تقول 2 ويكس أجو ترجع، مش هيرحم عليك. بس هتقولي في كتير منهم يعانون من فراغ شديد. مفهوم قد كده. بجد والله يا ولاد بجد حاجه زعلت، انت عامل هيستوري نيورولوجي طويل عظيم وتعبان فيه جدا وعامل مجهود رائع واخد بالك؟ ويسيب الهيستوري ده يقول لك حد يقول سنس؟ حد يقول ابوك؟ ويقعد يتفاجئ على ايه؟ يرمي امتحان جرامر، فاهمين يا ولاد ولا لا؟ لا والله طبعا مش مطلوب يعني، انت لو قلت له كذا ديوريشن ما حدش هيوقفك. لو قلت لكم ايه اسمه بانج اوف شورتنس اوف بريد اوف 2 ويكس ديوريشن محدش هيقول لك كلمه الجمله صح لكن بلاش كلمه سنس وبلاش كلمه ايه طبعا هو في ناس على فكره في الراوند بعض الدكاتره تقول لك ايه شورتنس اوف بريد سنس 2 ويكس اجو هي جمله غلط بس افادت المعنى ولا لا هو اهم حاجه مفيد المعنى لكن عشان محدش يوقفك خليها ايه وكذا ديوريشن وكبر دماغك عندي 3 حاجات في الكومبلين نو ميديكال تيرمز وبيشنس اون وورد بلغه المريض الحاجه الثانيه as short as possible one complete in of نقي اعنف حاجه واهم حاجه في الطبع نمره 3 حط معاه ديوريشن او كذا ديوريشن يبقى دي كلمه اسمها complete history of present illness history of present illness هو اهم في الموضوع ده وانا عايزك تحدد مصيرك بجد عايزك تحدد مصيرك من دلوقتي اختار ما بين حاجتين انا عايزك تركز في الحته دي اللي فات كله هبل يا ولاد عايزك تركز اختار مصيرك ما بين انك تبقى حد منظم او حد عشوائي لما عشوائي
النظام حلو، انت كل ما تكون منظم كل ما تجمع حاجات كتيره بسهوله، وده اللي احنا عايزين نعمله النهارده. يعني بجد والله اهم حاجه عايز اطلع بيها النهارده يا اولاد ازاي تنشئوا الهيستوري، ازاي تعمل هيستوري وبريزنت انس محترم ويرضي كل الاذواق وكل الاطراف، بدل ما كل دكتور بيدخل يقول كلمتين بالدماغ والسلام. عشان تعمل هيستوري وبريزنت انس حلو، حط قدامك 5 ايتمز وحاول تغطيهم في صوره باراجراف. اعمل اناليسز للكومبلين، اعمله ازاي اناليسز اعرفك كمان شويه. اعمل اناليسز للسيمبتومز اوف ذا ريليتد سيستم، اسال سريعا عن الاذر سيستمز، اسال عن الانفستيجيشنز والتريتمنت والديابيتس والهايبرتنشن. يلا نشوف شكوى المريض مهمه صح؟ دي بتحدد لي السيستم المصاب. اروح ماسك الشكوى دي اعمل لها اناليسز بطريقه هحفظها لكم كلكم دلوقتي. اعمل لها اناليسز كويس جدا واروح سائل نفسي هي الشكوى دي تبع اي سيستم؟ احنا خدنا في الانترودكشن المره اللي فاتت ان عندنا مجموعه سيستم في كارديولوجي في تشيست وفي ابدومين وفي نيورولوجي، مش كده؟ فانت حاجه من دول، انت مثلا حالتك حاله كارديولوجي، تروح انت مشغل في دماغك سيمبتومز اوف كارديولوجي عددهم 10. اروح ماسك العيان ساله على 10 سيمبتومز بتوع مين؟ وانا عرفت ازاي انهم 10. ما احنا ان شاء الله اول حصه في الكارديولوجي اسمها ايه؟ سيمبتومز اوف كارديولوجي، اول حصه في التشيست كذلك، واول حصه في سيمبتومز اوف التشيست يعني. واول حصه في الابدومين سيمبتومز اوف ابدومين، يعني كل برانش بناخده اول حاجه لازم اعرفك مين؟ على فكره مش بعرفك، بحفظك. يعني اول كل سيستم شغلي الشاغل احفظك الايه؟ السيمبتومز بتاعتهم. لما تدخل على حاله تبع هذا السيستم اروح سائل على ايه؟ على كل السيمبتوماتولوجي بتاعته. لما اسال مثلا الكارديولوجي هو اشتكى من حاجه يبقى 9، اساله على 9. التسعه دول يا ولاد لقيت حاجتين بوزيتيف ولقيت حاجات كتيره نيجاتيف، 7 نيجاتيف. الحاجتين البوزيتيف اعمل لهم اناليسيز، اعرفك ازاي اناليسيز دلوقتي. طب والحاجات اللي نيجاتيف؟ اكتب انها اقول ايه؟ نو كذا، نو كذا، تقعد تنونوها. شيل البطن المحترم كله نونوه. وكل ما تكون نو اكتر كل ما تكون شاطر اكتر. وساعات يا ولاد كلمه نو كذا اهم من يس كذا. تخيل كده معانا مريض كارديولوجي دلوقتي وانا جيت قلت لكم ايه؟ نو لور ليمب بين. انتوا عارفين ده معناه ايه يا ولاد؟ نو رايت سايد اوف هارت فيلر. مريض كارديولوجي وجيت قلت لكم نو تشيست بين. يعني ما عندوش انجاينا. يبقى كلمه نو مفيده ولا مش مفيده؟ ما انت بما ان مفيش كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا يبقى انا خدت كذا. فهمتوا حاجه؟ ما تبقاش بخيل بكلمه نو. في بعض الطلبه ما يسالش على الحاجات النيجاتيف. وبعدين يقدم الشيء ده وعنده حاجتين او ثلاثه بص بيعمل لهم اناليز حلو قوي. كلكم على فكره بتعملوا اناليز للحاجات اللي موجوده. وكتير منكم بينسى الحاجات اللي مش موجوده، بيجي الدكتور يقول له انت ليه يا ابني ما سالتش على كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، الشيء بتاعك ناقص جدا، ما سالتش فيه على الحاجات دي كلها. الاجابه النموذجيه للطالب المصري. اصل هو ما قاليش يا دكتور. اصل هو العيان ما قاليش يا دكتور. هو العيان يعرف منين يا ابني؟ هو العيان بتاع الكارديولوجي عارف انه هيجي عليه يوم مريض بره؟ هو مريض الكارديولوجي عارف ان هو بطنه هتتنفخ؟ هو عارف ان جنبه اليمين هيحصل هيوجعه ويحصل له جون؟ هو ما يعرفش. مين اللي عارف الكلام ده؟ حضرتك. فانت لازم تساله فهمتوني يا ولاد ولا لا؟ في طالب منكم تاني بيسال عليهم كلهم بس يمسك الحاجات البوست وبيحللها وما يكتبش ان هي مش موجوده، فمش هيكتبها. طب ايه الدوكيومنت؟ هيجي يقول لك انت ما سالتش، قول له والله العظيم سالت، حتى اسال عيان مش انا سالتك على كذا، ونقعد بقى نروح الاسم عشان نتاكد انت سالته ولا ما سالتش. طب ما انت تكتبها يا دكتور وتريح نفسك. طالما انت سالت عليها قول لي انت عندك 3 حاجات بوزيتيف و7 نيجاتيف، قول لي نو 7 مرات. اتفهمت ولا لا؟ يبقى انت كده ماشي بنظام حلو جدا. وبعدين انت حالتك كارديولوجي مثلا، يعني مثلا سؤالين عن الشيست، سؤالين عن الابدومين، سؤالين عن، بصوا سريعا مش بالتفاصيل. يعني يكفيني قوي. عندك مشاكل في الصدر؟ عندك مشاكل في بطنك؟ حصل لك ضعف او مشاكل في الاحساس في اعصابك بس وخلاص ما فيهاش حاجه؟ يبقى نو سيمبتومز اوف اذر سيستمز افكشن. اخر السنه ان شاء الله، يعني شهر 5 و6 بنجيب الحالات اللي هي فيها كذا سيستم. يعني مثلا في حالات الروماتولوجي تلاقي 2 3 سيستم مع بعض، اعلمك ازاي تشتغلهم بس هتكون عارف الاربعه الكبار الاول. فهمتوني يا ولاد ولا لا؟ لكن خلينا الاول ايه؟ انا عندي 1 سيستم سالت عليه بالتفاصيل، باقي السيستمز اجمالا جمله واحده كده. نو سيمبتومز اوف اذر سيستمز افكشن. بعدين اساله عملت فحوصات ايه وخدت علاج ايه؟ فتكتبها جمله patient investigated by كذا 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 and treated by كذا كذا كذا.
ما تقعدش تلففني حوالين العيان في الانفستيجيشنز والتريتمنت. بعض الطلبه يا اولاد بيكتب الانفستيجيشنز والتريتمنت صفحه كامله. والله كانت بص ركز بس اللي انا بقوله الله يكرمك. يقول لي يقول لي patient with medical advice and admitted in the القصر العيني University Hospital and investigated by urine and stool analysis CBC, ESR, CRB, ECG, chest X-ray, echocardiography and echocardiography and treated by digitalis and ACE inhibitor. Then discharged after 2 weeks. After 6 months, he took another medical advice and admitted in the Hussein University Hospital in which he investigated by urine and stool analysis CBC, ESR, C-reactive protein, ECG, chest X-ray, echocardiography and echocardiography and treated by digitalis, ACE inhibitor and beta blocker. Then discharged. Then took another medical advice. And admitted in Kaza hospital, investigated by Kaza, 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 and treated by Kaza, Kaza, Kaza. And recently, he admitted in Mishaarif Eo Khadi, and I'm at Ali. I'm at Ali. دكاترة أنا عايز أربع شعارات. In history of present illness نحن لا نترجم كلام المريض. نحن نفلتر كلام المريض. نحن لا نترجم كلام المريض. نحن نفلتر كلام المريض. حتى فاهم حاجة؟ الفرق بين الترجمة والفلترة. الترجمة بحذفها زي ما بيقول أنا بكتب. لكن الفلترة يا ولاد خليه يقول ويكتب. هو أنت هتنقي إيه؟ لا مش اللي يعجبني، الحاجات المهمة، الحاجات الكبيرة، الحاجة اللي ريليتد لموضوعي مش على مزاجي، فاهمني ولا لا يا ولاد؟ دكاترة الكلام ده مهم، ما تقعدش تكتبلي شفت الحوار اللي أنا قلته ده؟ With history of hospital admission several times investigated by routine investigations and echocardiography and doctor and treated by digitalis beta blocker and ACE وده صفرين اللي هو يتكتب في صفحة أنا قلته بإيه؟ لقيت الحاجة المهمة والحاجة الكبيرة، ما تقولش اسم المستشفى ولا الحاجة اللي عملها إلا إذا كانت حاجة هتفيد أو حاجة مؤثرة، لكن حاجة أي كلام يعني ولا على فكرة في حياتكم الكلام ده مهم أصلا، حتى غير الامتحان أنت بص ممكن أبقى شغال أنا شغال مثلا من الساعة 7 الصبح. فارق كبير الساعة كام؟ أروح على عيادة. قلت له واحدة نزلت معاها شنطة أدوية قد كده ومعاها تحليل أدوية. وتقعد بقى تحكي لك، أنا بقول لك أنا عامل 15 سنة، امسكهم لك يوم يوم، واخد بالك؟ أنا على مدار 15 سنة وانت المفروض تعمل ايه؟ طبعا ما تقدرش تعمل ايه؟ اصل انتوا بتيجوا تعملوا ايه؟ بصوا وانا المفروض ان انا ايه يعني ان انا اقدم منكم شويه يعني وانا خلاص عرفت يعني عندها يوميه داخله فاهمني ولا لا والورق اللي معاك شخصتها بس بقعد اسمع لها. انتوا بتيجوا تعملوا ايه للاسف ودي مزعلني قوي منكم. انتوا عليك العيان. فالعيان يقعد يتكلم ويرضي يقول له بقول لك ايه؟ انا مش عايز دكتور كتير انت ترد عليا بسؤال وبعدين نمسك في بعض فيكم ناس كده. غلط يا ولاد. اتعلم انت للاسف هو وظيفتنا ان احنا ايه؟ احنا بنستحمل الاخرين. انتوا عارفين الست اللي جايه ترغي كل ما تسمع لها اكتر كل ما تبقى دكتور رائع. انت احسن واحد في الدنيا. ايه رايك؟ حتى لو انت صغير جدا روح لاستاذ تاني كبير اصلا وست كبير ده مش مستحمل. فاهم؟ هو ايه؟ هو عايز كلمتين وشوف اللي بعدهم انا خلاص عرفت انت عندك ايه؟ فانت المهاره كلها انك تخليها تتكلم، انت خليها تطلع اللي عندها عشان تسرعك. كذلك المرضى بتوعك، خليه يقول اللي عنده بس انا ايه؟ انا بشيل الكلام اللي مش مهم وبحط في الهيستوري بتاعي الكلام المهم. يبقى انا مسكت الكلمتين وعملت له اناليسيس وسالت على كل السيمبتومز اوف ليتل سيستم، الحاجه المنصف عملت لها اناليسيس النيجاتيف نو نو ده. سالته على الاذر سيستمز وقلت لها سطر واحد نو سيمبتومز اوف اذر سيستمز انفكشن. الفحوصات والعلاج هو قالها وانا كتبتها في سطر واحد او سطرين انفستيجيتد ايه وخد علاج ايه. السكر والضغط والضغط والسكر امراض مهمه في البطن. يا ولاد هم الدايبيتس والهايبر تنشن كيورابل ولا كنترولابل؟ يعني مش بيخفوا يبقى اتوقع ان انا اخليهم مع مين؟ مع البريزنت عشان هي امراض مش بتخف. تقول لي بس يا دكتور دخلوا لنا في الراوند والدكتور قالهم على الباس تيست. بصراحه ماكلويد سيجنيكال اكزاميشن عندكم على الباس تيست. بس في فرق صغير قوي. ممكن تفهموا حته ثانيه. اللي يقول الدايبيتس والهايبر تنشن مع الباس تيست بيقول الباس تيست قبل البريزنت تيست. هتفهم حاجه؟ اللي بيقولهم مع الباست هيستوري بيقول مين الاول؟ خلاص احنا هننفع شعر احنا هنقول الدايابيتس والهايبر تنشن في الاول يعني اللي احنا هنقوله الاول لازم نقول معاه الدايابيتس والهايبر تنشن وانت في عيادتك بتعمل ايه؟ بتعمل الباست قبل البريزنت.
اي بعد اسمك وسنك وعنوانك وتشرح سجلتك بيرسونال هيستوري بتاخد علاج لاي حاجه مزمنه في سكر او ضغط دمي اصلا. يبقى انت سالته قبل ما تدخل على الحاله وبعدين تقول له ايه اللي جايبك النهارده فاهمني ولا لا؟ فبالتالي ده المنطق يا اولاد. لو انت هو يعني بصوا هو مدرسه القصر العيني اللي انتوا ماشيين عليها وللاسف يعني عايز اقول لكم هي مش دي اللي موجوده في مجلس دي اللي متطبقه في مصر كلها الا في عين شمس. دي اللي متطبقه في مصر كلها ان هم بيقولوا مين الاول؟ زمان هو بعين شمس بيقولوا ايه؟ بيقولوا البسط والفاميلي وبعدين يخلوا اخر حاجه البريزن. على فكره مش فارقه كتير بس انا عشان الدكتور ما يدخلش يتنطط عليك. اللي بيقول الدايبيتس والهايبرتنشن في البسط هو ايه؟ هو قايل البسط قبل ما يقول مين؟ ده في دكاتره معقده جدا يا ولاد. يحب يسمع دايبيتس والهايبرتنشن في البيرسونال هيستوري. يعني دكتور اندوكراين عايز يسمع ايه؟ دايابيتك ميل بيشنت محمد حسن مش عارف ايه فاهمني ولا لا؟ يعني عايز يسمع الاول ان هو ايه؟ زي ما يكون بطاقته بقى فيها كلمه دايابيتك من كتر ما هو بيحب حاجه اسمها دايابيتك. فهمتوني يا ولاد؟ يعني ده ناس معقده مالكش دعوه بيهم خليك في الاساس بتاعنا. المهم لو عنده سكر او ضغط لازم اقوله بس انا عندي سؤال ليكم وانتم ان شاء الله هتجاوبوا. اقول الدايابيتس والهايبرتنشن في اخر البريزنت اليس ولا في التاج؟ ايه؟ لو عنده هو موجود لو عنده ايوه. بص يا ولاد بص بص ايوه كده ايوه. بص يا ولاد لو كان الدايابيتس او الهايبرتنشن هي سبب مباشر للمرض اللي معايا لازم ابدا الاحداث بيهم. اما لو ما كانش لهم علاقه فاليوم في الاخر. يعني مثلا النهارده داخل لي حاله هايبرتنسيف هارت فيلير لازم ابدا البريزنت ديستوري. عندي حاله دايابيتك بريفرال نيورولوجي لازم ابدا الاحداث بايه؟ لان هو الاساس. فهمتوني ولا لا؟ دكاتره اللي هيمشي كده هيمشي صح. اللي هيحط في دماغه الكلام ده هيمشي صح. ايه الفرق بين الكارديولوجي والتشست والابدو والنيورولوجي واي حاجه؟ هي كلمه سيمبتومز اوف ذا ريليتد سيستم. يعني بصراحه بس قولوا لي صح ولا لا؟ لو انا جيت دلوقتي هتطلبوا هنا سيمبتومز اوف كارديولوجي، سيمبتومز اوف تشست، سيمبتومز اوف ابدومين وجبت لكم حالات تاخدوا منها هيستوري، في مشكله؟ حد هيخلص في بيرسونال هيستوري؟ شكل المريض زي ما يقولها، المشكله كلها فين؟ انا في الحته دي فهمتوني ولا لا؟ يبقى لازم اكون عارف السيمبتومز بتاعت كل حاجه ان شاء الله نحفظها بطريقه سهله. عايز انصح ثلاث نصايح في الهيستوري والبريزنت اليس منهم حاجتين هتحبهم قوي. دكتور في الهيستوري والبريزنت اليس اتكلم براحتك قول ميديكال تيرمز اتكلم مصطلحات طبيه اصل انت دكتور وبتكلم دكاتره. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه از لونج از بوسيبل ما تبقاش بكتيريا. قول الحاجات اللي موجوده ويت في الحاجات اللي ايه؟ اللي مش موجوده. قول الحاجات اللي عنده ويت في كمان الحاجات اللي ايه؟ اللي مش عنده. فاهمني ولا لا؟ يعني قول كل حاجه ما الكومبليت كان سطر واحد لكن الصفحه كلها بنسيبها لحاجه اسمها ايه؟ هيستوري وبريزنت اليس. يبقى الاثنين دول عكس الكومبليت. از لونج از بوسيبل وذ ميديكال تيرم عكس الكومبليت. الشرط الثالث لو عملته تبقى كده تبقى تمام. لما تيجي تاخد الهيستوري وبريزنت اليس رتب الاحداث ترتيبا زمنيا. ان كرونولوجيكال مانر يعني من الاقدم للاحدث. تقول له ايه؟ اخر مره كنت سليم فيها انت من 10 سنين، ايه اللي حصل لك؟ قرش النفس. بعديها بخمس سنين حسيت برفرفه وديشن. بعديها بسنتين حسيت بوجع في صدري تشيست بين. اول امبارح رجلي وجعت. اللي جايبه المستشفى هو اللي سوينج. لكن بدانا الاحداث من ايه؟ ديسني بالبيتيشن تشيست بين لور ليمي ديما. يعني مش لازم الكومبليت يبقى اول حاجه، وقت ما يجي دوره يجي دوره. فاهمني ولا لا يا ولاد؟ لو برتب الاحداث ازاي؟ ترتيب زمني الكرونولوجيكال مانر. انت عارف دلوقتي لو مثلا بتتفرج على مسلسل فانت بتجيب الحلقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه لغايه ال 30 منتهى السذاجه ان انا اشوف الحلقه 30 وبعدين اجي على 25 ثم ال 20 بعدين اوقف على 29 ايه الهبل ده؟ واخد بالك يا دكتور؟ انت جمال المسلسل ما تبقاش ما تبقاش بعض مسلسلات يوسف الشريف هو بيلخبط لوحده يعني ده الحاجه دي هنا وهنا فتحس انك تايه محتاج واحد ذكي جدا فاهمني ولا لا؟ عشان كده بتعمل انت بتجيب الحلقه الاخيره وخلاص كل اللي حصل. لكن الاساس في الهيستوري ان انا اعمل ايه؟ امشي ازاي يا ولاد؟ امشي ترتيب زمني. اقول لكم حاجه صغيره جدا. لو عندي النهارده مريض كارديولوجي اول شكوى ليه كانت ديسني قرشه نفس وبعديها بشويه جاله سنكوبال اتاك حصل له اغماء ده مريض مايكرو استينوزس. جت ازاي من الشغل دلوقتي؟ لو مريض كارديولوجي جاله سنكوبال اتاك اغماء او بعديها ديسني ده مريض اورت استينوزس. حد فاهم حاجه؟ يعني لما احط حاجه مكان حاجه انا بعمل ايه؟ انا بغير التشخيص.
قول يا دكتور كلامك حلو هنعمله، بس ده طلب مني حاجه، ان العيان بتاعي يبقى حد تايق ومتعاون. هو مرات العيان هو يخنقني ويقعد يجيب كلمه من هنا وكلمه من هنا، صدقني لو انت مذاكر. هو يعني ايه هعلمك تسكت؟ انا هقول لك الحاله دي بتمشي كذا ودي بتمشي كذا وافهمك واقنعك بيها. وما انت لما تيجي تاخد هيستوري بتاخد منه هيستوري مش منظم، وتقعد انت تنظمه على ترتيب الحاله. فاهم؟ حتى لو العيان مش فاهم حاجه انت اللي تبقى فاهم، لازم تكون مذاكر. احنا مش بناخد هيستوري زي العيان ما يقوله خلاص، انا باخد هيستوري وبرتبه بطريقتي واسلوبي انا، وهنتدرب على حاجه زي كده. الهيستوري اولاد مش حاجه احنا بنحاول ننظم ونريحك، بس انت برضه لازم تكون مذاكر. يعني كل حاجه في الطب، كل مرض ليه سيناريو معين، ولازم تكون عارف هذا السيناريو عشان تعرف تطلعه صح في الامتحان. والموضوع مش صعب، سهل جدا. طيب يعني ايه منظر طب وضعنا؟ قولوا لي يا دكتور، من ساعة ما دخلنا الكليه كل ما ناخد اي سيركم يقول لنا اعمل لها اناليز. يعني اعمل اناليز للكومبرين، اعمل اناليز لاي قوه السيمبل. هي كل حاجه يا دكتور نعمل لها اناليز، كل حاجه نعمل لها اناليز. طب كل حاجه لابد ان احنا نعمل لها اناليز. بس انا عايز اقول لكم حاجه، مش كل سيمبتوم ليها اناليسيس خاص، لا، هي كل السيمبتومز ليها نفس الاناليسيس. يعني هي في قاعده للاناليسيس هنعملها في كل المرضى. قاعده الاناليسيس بتقول ايه؟ اي حد بيشتكي من اي حاجه بيسالوا عليها 8 اسئله: كونسبت، كورس ديوريشن، اسوسيشن، وات انكريز، وات ديكريز، افكت اوف تريتمنت، واللاست افكت. هفهمك يعني ايه؟ جالك حد بيشتكي من اي حاجه او عنده اي بوستر سيمبتوم، تروح انت قايل له الاونسيت. الاونسيت يعني ايه؟ يعني المرض جالك مره واحده ولا بالتدريج؟ اكيوت اونسيت ولا جراديوال اونسيت؟ الكورس بعد ما جبت، الكورس بيزيد ولا بيقل ولا ثابت؟ يعني بروجريسيف ولا ريجريسيف ولا ستيشنري؟ طيب بقاله قد ايه؟ معاه حاجه ثانيه؟ طب ايه اللي بيزوده؟ طب ايه اللي بيقلله؟ خدت له علاج؟ طب اخر مره جالك انت؟ فاهمين حاجه؟ وما تيجي نطبق. انا دلوقتي بقول لكم يا اولاد، انا شكوتي عندي ديسني يعني كارشن كان. طب بتتكلموا معايا ولا مش نطبق؟ من امتى؟ من 5 سنين يا دكتور. جابني من التدريب. بنزيد مع الوقت. احيانا مع الكحه، احيانا يعني. بنزيد مع المجهود. بنزيد مع الراحه. طلع دواء عبء العيان بصوم. الجبتاني، العلم العلم الغال اسمه ايه؟ الانوسين، الجبتاني. أنا في مرة جاتني من أسبوعين، شاطرين؟ أقولها إزاي؟ The condition started 5 years ago by destiny أو gradual onset progressive course. Sometimes associated with scar. Increased on exertion, decreased the virus. Treated by digitalis. The condition is recurrent, the last attack 2 weeks ago. هتفهم؟ أكمل؟ أكمل؟ بعد سنتين حسيت برفرفة، حسيت برفرفة. بالبيتش هو سويك هنحمل يا سيدي. جات لك مره واحده ماشي جات لك مره واحده جات لي مره واحده بتقل مع الوقت. على 3 سنين كده عليك بيحصل معاه عرق كده بتزيد في الانفعال بتقل بتقل في النوم خدت لها علاج؟ خدت لها دواء اسمه انفرادي اخر مره جت لك مش عارف شوفين اكمل اكمل بعديها بسنه يا اولاد رجلي وراهم لو نتكلم التدريج بنزيد بقى سنتين معاه حاجه ثانيه معاش حاجه ثانيه بنزيد لما بقف كده طب لما نام حتى لما دراسه ملازمه اخر مره جت الحمد لله اتحسنت تماما من سنتين ما جاش يبقى اي حاجه بتحصل لابد ان انا اعملها ايه؟ وده هو الاصول والبراجراف. هي مش على فكره لازم تعيش البطن مش بعرف تعيش البطن؟ عايزين نعيش البطن يا ولاد، عايزين اي موقف في حياتنا، اي سيمبتوم، اي حاجه في حياتنا نعملها اناليسيز. اي حاجه بص يا دكاتره، حلل اي حاجه. دخلت بكره الراوند وده اول يوم ليك ولا ثاني يوم ولا اول اسبوع لسه مش عارفين حاجه، فتلاقي الدكتور ولا الدكتور يقول لك ايه؟ يلا يا دكتوره روح خد يس من العيان ده. فانت روحت عند عمه اسمك وسنك وعنوانك سهل. الفكرة شكوتك ايه يا عمو؟ بتشتكي من ايه؟ يا بنتي انا حرام بيتنقع حرام. في حاجة اسمها كده؟ بصي ولا تنهز سهلة. مرة واحدة ولا بتدريب؟ بتدريب ولا بتدريب ولا سكة؟ طيب قالها ايه؟ طب في حاجة تانية معاك؟
ايه اللي بيزودها؟ ايه اللي بيقللها؟ طب ارجع عليا اخر مره كده. على فكره الحكوا كل حاجه بس هي كده. عيشوا البطن يا عيشوا البطن، يعني خلي البطن اسلوب حياتك. عارف روحتي مثلا في النهارده متاخره ووديتي باص الشحن كالعاده، تفتحي باب الشقه لقيتي بابا وماما واقفين واقفين، انت اتاخرتي ليه؟ وهيزعقوا. انتوا زعلانين من امتى؟ مره واحده ولا مش ها في حاجه ثانيه؟ ها في رد ولا يعني ايه؟ انا بعمل ايه؟ انا بعمل ايه يا ولاد؟ بعمل تمام. بيقول لك مره استاذ بطل قدم عريس لبنته. بيقول له يا عمي انا بحب بنت قوي بحبها من امتى؟ انا جالك مره واحده ولا مش اصبحت البطل اسلوب. يبقى احنا اي حاجه بنعملها اي حاجه قابلنا نعملها ايه؟ يبقى البطنه هي عيب من مفيش حاجة اسمها العين عنده ديزنيا. في ديزنيا وجراد وونس وبروجريسيف كورس كذا ديوريشن اسوشيتد بكذا بالدين بكذا كده لازم تعمل كده. في البطنة يا ولاد في ناس كتير جدا عندهم بين هيبت شيست بين سيرفيكال بين ابدومينال بين جوينت بين لو باك بين 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 كلمة بين انا بعمل لها الاناليسيس في 11 نقطة ما تخافش انت عارف 8 هدور عليهم كام؟ انهار ابيض ثلاثة اللي هم سايت وراديشن وكاركتر يبقى فور اني بين 11 سؤال الثمانيه اللي انا عرفتهم خلاص وازود سايت المكان فين بيسمع فين راديشن السايت هو المكان الاساسي مثلا هنا شيست بين ريتروسترن بيسمع راديتنج تو ليفت شولدر كاركتر وصفوا لي تقل هيبنس نغزه ستيتشن كواليتي مقص زي ما يقولها يبقى لازم اي بين بسال الثمانيه اللي خلاص هنا منهم وازود عليهم ايه يا ولاد لو حطيت دلوقتي السيمبلز في الكارديولوجي حد يعرف يعمل لي هيستوري كارديولوجي؟ انت ما عندكش حجه على فكره انت معاك النهارده 10 سيمبلز للكارديولوجي وطالب منك انك تعمل هيستوري وبريزنتيشن قول لي سهل قول له انت بتشتكي من ايه؟ ولا بسال على باقي الحاجات الحاجه اللي بص بعملها اناليسيس بالطريقه دي واللي مش موجود انا نو نو ونو سيمبلز وفضل سيستم واشوف اعمل فحوصات ايه وعلاج ايه واسال على الصوت بالظبط الكلام كويس نفسي حد يديكم هيستوري نفسي حد يشرح لكم هيستوري الجراحي عشان يربط الدنيا دي كلها ارجوكم يا دكاتره خد مني النظام نفذ تعليماتي انا نفذ اللي انا بقول لك عليه وادخل هتعمل هيستوري كويس ها يقول لك حط دي قبل دي اسمع كلامي ركز معايا انا ها والدنيا هتمشي كويسه فاضل لي ثلاث حاجات تانيه ها في الباست هيستوري اسال لي عن الكرونيك ديزيزز الامراض المزمنه اسال لي عن الميجور اوبريشنز اسالني عن الهيستوري اوف ميديكيشنز دراجز كرونيك ديزيز طيب هايبرتنشن لو انت ما قلتوش تي بي بالهاريزيزس هيباتايتس اي مرض مزمن وعلى فكره على فكره لو في مرض مزمن ممكن تعمل له شورت اناليسيس كده بقى له قد ايه اعراضه ايه عملت فحوصات ايه خدت علاج ايه حصل كومبليكيشنز بص يا دكتور هيستوري اوف هايبرتنشن اوف 10 ييرز ديوريشن مانيفستد باي هيديك اند بلينج اوف فيجن انفستيجيتد باي سي بي سي اند رينال فانكشن treated by beta blocker without any complication. حلو ولا هو hypertension اصلا؟ history of rheumatic fever now 15 years duration presented by polyarthritis and fever investigated by laboratory investigations treated by long acting penicillin and the condition is complicated by heart disease. يبقى دايما اي مرض ممكن نعمل له شورت اناليسيس. اسال المريض اذا كان عمل عمليات ولا لا. لو عمل عمليه تعرف اسم العمليه يعني عملت عمليه عملت ايه؟ واخد بالك عملتها في اي مستشفى؟ عملتها امتى كتاريخ؟ خدت بلاد ترانزفيوجن؟ طب الاول كام العمليه فشلت ولا نجحت ولا ايه اللي حصل؟ يا ولاد اسم المستشفى فارق معاك حاجه؟ يعني مستشفى حلوه اندر كومبليت اسيبتد كونديشن ولا اندر كومبليت سيبتد كونديشن مش كده ولا تاريخ العمليه فارق معاك؟ مره جرحت زميلي هو مش زميلي قوي بصراحه انا ما اعرفش الفشل ده كلمني بالليل قال لي علام الحق قلت له غير انا عملت عمليه لواحده الصبح شفت لها المراره بالنظار بالليل لقيتها صفاري. انا خايف تكون دخلت في الهباطايتس صفاري. رحت شافته قوي. قلت له الهباطايتس سميري اتشن. الهباطايتس يعني ايه؟ مش اسمه الكونديشن دي. قال لي بطل جالها صفر قلت له حاجه من الاثنين. يا اما حاجه من البنج هيباتو توكسيك يا اما انت قفلت الكوم بدل والمصاري اللي كلمني ده انت قفلت الكوم بدل. وفعلا على فكره فتحوها طلع الكوم بدل كانت موجوده وبس مش واخده بوكس. فاهم حاجه ولا لا؟ غير بقى واحد تاني يقول لي يجي لي العيال النهارده. يقول له يا دكتور انا عيني صفاري بقى فتره. بس انا عامل ازاي ده طوارئ القصر العيني من ثلاث شهور اقول له اهلا وسهلا يبقى دول ثلاث شهور هو خد ايه؟ وده انكيوبيشن بيرد محترم جدا فهموا تاريخ العمليه ولا لا؟ الجراحين مش زينا بقى
رايحين تاريخ العمليه شوفوا الاسكار ماشي ولا مش ماشي. يعني ايه؟ يعني هو الاسكار يا اولاد ثاني يوم العمليه زي يوم 15 زي بعد سنه، فاهمني ولا لا؟ هو بيقول التاريخ عشان يعرف كده. احنا عشان الانتيبيشن بيرد ديزيز العمليه فشلت ولا لا؟ طب خدت نقل دم عشان خايفين طبعا من اتش اي بي او هيباتيتس سي او دي. لو بياخد ادويه لازم تصطاد. بس السؤال لحضرتك، وانا في الباص هيستوري او الادويه اللي ريليتيف ولا النون ريليتيف؟ نون ريليتيف، لانها لو كانت ريليتيف كنت قلتها مع مين؟ مع الريليتيف. اساله عن العيله، العائله، عن الكونسانجوينيتي والسيميلر كونديشن والكرونيك ديزيزز ان فاميلي. كونسانجوينيتي يعني ايه؟ لا تقول له في قرابه بين الاب والام، والدك والدتك، ابوك وامك، قرايب، يقول لك اه ده متجوزين. تقول له غير ان هم متجوزين، بنت عم وبنت خالته، فاهمني ولا لا؟ ليه يا ولاد؟ لان زواج الاقارب بيظهر الايه؟ الهيريديتري ديزيز مثلا لو في مرض وراثي ولا حاجه. مش كده بس، اساله يا دكتور عن السيميلر كونديشن ان فاميلي. عشان خاطر الوراثه، عشان كل فاميلي شير ذا سيم كونديشن. هو النهارده لو جاي واحد عنده تي في، ها؟ واحد عنده تي في، اشوف العيله كلها، ليه؟ ممكن يكون عدا حد، ممكن اصلا يكون هو واخد العدوى من حد، صح ولا لا؟ لو حد عنده كوفيد 19، شوف العيله، مش ده اللي بيحصل؟ مش ده اللي بيحصل يا ولاد ولا ايه؟ ليه؟ عشان كل العائله عايشه في محيط في مكان معين، ففرصه العدوى تبقى عاليه. كمان يا ولاد لو الاسره دي فيها مان نيوتريشن كلهم عندهم مان نيوتريشن، لو فيهم ماتك كلهم عندهم ماتك فيبر كده. كمان الكرونيك ديزيزز بيكون في جينيتك فاكتور شويه. هل تعلموا ان التايب 2 دايابيتس في جينيتك فاكتور؟ بص يا دكتور، لو انت عندكم حاجه و20 سنه، لو انت بابا عنده تايب 2 دايابيتس، يبقى انت بعد ال 40 سنه بنسبه 25% جالك تايب 2 دايابيتس. يبقى حافظ على نفسك، انزل وزني، العب رياضه، اظبط اكلي لما اوصل للسن ده يعني. طب لو ماما كمان عندها 50%، لو غير كبير حصل 75%، لو اختي كمان يبقى انا جاي. يعني كل واحد، بس كل واحد ايه؟ القرابه الفيرست ديجري، او كل واحد بيزود لي كام يا ولاد؟ مثلا انا بتكلم على اكزامبل على التايب 2 دايابيتس مثلا، يبقى لازم تسال فيه في العيله ولا مفيش؟ فيه ولا مفيش؟ ده مهم جدا. كمان يا ولاد لو كان مفيش كونسانجوينيتي ولا سيميلر كونديشن ولا كرونيك ديزيز، ممكن تقول نو كونسانجوينيتي، نو سيميلر كونديشن، نو كرونيك ديزيز، او تجمعهم تقول لي الريليفانت فاميلي هيستوري، يعني كله مش موجود، يعني غير متصله بالموضوع. سوشيو ايكونوميك ستيت لا تسال وانما تحس. تحس من لبسه ومن شغله. انت فات عيادتك في مكان شيء قوي، وبعدين المصريين سوقت قدام العياده وطلع على الدشه زي الشباب، دخل تكشف عليه. ومدير شركات مش عارف ايه، وصاحب مش عارف ايه، ومعاه ايه، وغير ان هو حيضانه كبيره قوي. خد بالك من حاجتين وانت بتتكلم معاه. الحاجه الاولى انا في له مرض الدماغ. ما تجيش تقول له اصل حضرتك عندك مان نيوتريشن، يقول لك يعني ايه؟ تقول له يعني صوت قد ايه؟ يقول لك بص بس. ممكن يشتمك عمره لكن تقول له عندك فايبر ليبيديميا، شكلك بتاكل فاست فود، يقول لك اه فعلا مهمه مع بعض. تقول له انت عندك جو. انا شاكك في جوده تاني قلوب بقى كل الوقت، ولما تيجي تاخد الجنسة هو غالي وبيحب الغالي عنده. ايوه شوف الصمت. بص يا دكتور، في دواء للدهون ب 300 جنيه وفي دواء للدهون ب 30 جنيه، ده الحلوه ب 300 جنيه. وقعد اكتب له شويه حاجات كده ايه، تديله روجيتا تقيله ينزل يتبسط، يجيب لك بص يجيب لك زباين. لكن تكتب له روجيتا ب 50 جنيه والله العظيم ما هيجيبها، والله ما هيجيبها. والعكس يا ولاد، انت بقى في مكان شيك ان شاء الله وجالك البواب بتاع العماره اللي بتجيبه، اولا ما تخش من المكان عيب. ثانيا المرض بتاعه غالبا هيبقى مانيوتريشن، هيبقى روماتيك فيفر، هيبقى نمونيا. اصل يقول لك ايه؟ قاعد انا ومراتي وامي وسبع عيال في اوضه واحده، سايبين الشقه كلها وقاعدين في اوضه واحده. يا ولاد هي الشقه اوضه، يعني اوفر كراودز، يعني مانيوتريشن، يعني انفكشن، هم دول. وبعدين يا دكتور لو هتدي له علاج ولا حاجه، خاصه لو هيمشي عليه فتره طويله، انا هدي له علاج ايه؟ علاج رخيص شويه بحيث ان هو يعرف يمشي عليه ويعرف يواظب عليه. لو عندك ادويه ولا حاجه ابدا ادي له منها. اوعى تسال المريض عن السوشيو ايكونوميك ستيت بتاعته ولكنها حاجه ايه يا ولاد؟ دي حاجه تحس ولا تسال. بس عايزين نقول فرمان، كل المرضى اللي جايين في المستشفيات الجامعيه له سوشيو ايكونوميك ستيت. كل المرضى بتوعنا هنكتب ايه؟ وذ لو سوشيو ايكونوميك ستيت، عشان كده هو جاي كده. اخر مره بقول
ايه الفرق بين حالات القلب والشيست والاب والولد والكلام ده؟ هل البيرسونال هيستوري فرق؟ هل الشكوى فرق؟ هل الباست الفاميلي الناتشورال ده فرق؟ هو اللي فرق كله في الحته دي بس مش كلها. ده فرق فين بس يا ولاد؟ سيمبتومز اوف ريليتد سيستم، ودي اللي هنعملها في بدايه كل سيستم ان شاء الله. الساعه دلوقتي 4 الى 6 4 و10 انا هبدا المحاضره الثانيه نص الباص، هناخد نص الباص ان شاء الله. مده المحاضره ساعه ونص.